أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الاتجاه المشاكس. يعني أنا بدي أروح على الجهر، بس هالمرة طبعا حلقتنا في الاتجاه المشاكس، وراح يكون طبعا المناظرة في هل الإسلام هو دين من الله. طبعا في معنى مشاكسين، المشاكس الأول الشيخ أحمد سلمو، والمشاكس الثاني الأخ حكمت من الطرف الملحد. خلونا نرحب فيهم بالبداية. أهلا وسهلا فيكم أيها المشاكسون. يا مرحبا يا مرحبا علينا أخي جان، حياكم الله. أهلا بك أخوي جان، وسلم على أخوي أحمد. تحياتي تحياتي أخي أهلا حكمة، الله أهلا يمسيك أهلا بالخير. بكم، أهلا بالمشاكسين. طبعا أصدقائي، مثل ما بتعرفوا قلنا المناظرة راح تكون في هل الإسلام هو دين الله الحق، وطبعا الاخ احمد، الشيخ احمد قصدي، راح يكون يعني مدافع عن الاسلام ويثبت للطرف الاخر انه بالفعل الاسلام هو دين الله الحق. وطبعا المشاكس الاخر الاخ حكمت راح يحاول ينفي هالادعاءات الشيخ احمد. فطبعا راح نبدا بمثل العاده 10 دقائق لكل ضيف، وإذا احتاج أكثر ممكن نعطيه، بس بياخذ من الوقت، الطرف الآخر بياخذ من الوقت بنفس الكم اللي أخذ الطرف الأول. شباب، مين بحب يبدأ الحديث أو ال10 دقائق الأولى؟ براحتك جان، ما بتفرق، بحب يبلش الأخ حكمت، ما في أي مشكلة. بلش أظن أنا. أظن نحن، أنت بما أنك ضيفنا وأول مرة بتحضر معنا البرنامج، ف تحياتي. ونحن بنحب الضيف، إكرام الضيف، نحن بتعرف يعني نحن ملحدين كرماء إلى أبعد الحدود. أشكرك أشكرك على الكرم. نبتدي معك، وأنت إيش بتحب تطرحه؟ ما في أي مشكلة، وبعدين نعطي 10 دقائق أخرى للأخ حكمت. تفضل. تمام، الله يمسيكم الخير جميع. أول شيء بحب أعطيكم بطاقة تعريفية عني. أنا أحمد سلمو، سوري مقيم في تركيا، درست اختصاص ريفلكسولوجي، ردود أفعال عصبية ونفسية، مقدم برامج في منتدى البشرى الإسلامية للإمام المهدي ناصر محمد اليماني. فاليوم راح موضوعنا هو هل الإسلام دين الله الحق، ولماذا هو دين الله الحق؟ الإسلام هو القانون، القانون في كل شيء، يجب أن يوجد ليسير كل شيء بنظام. نضرب على ذلك مثال: عندما يوجد دولة قوية ديمقراطية عادلة آمنة، يعيش سكانها في رخاء وأمان، حقوقهم محفوظة لكافة مواطنيها على مختلف أطيافهم وأجناسهم، وهذا بسبب قانون قوي عادل صارم لا ظلم فيه، قانون جيد مترابط ومتراصص من جهة عادلة قوية. فإذا ما تمردت فئة من المواطنين على هذا القانون فيصبح خارجين عن القانون، ويضع قانون مضاد للقانون الأصلي الذي يضمن للناس حقوقهم على اختلافها. فهل نلوم القانون أم نلوم الخارجين عن القانون؟ يجب أن نركز جيدا، هل نلوم القانون أم نلوم الخارجين عن القانون؟ علما أن الذي وضع هذا القانون قال، وبكل بساطة: كل ما أقدمه لكم هو من أجلكم ومن أجل راحتكم وسلامتكم، ولا أجبر أحدا أن ينصاع تحت هذا القانون أو يشذ عنه. لكن الذي سوف يشذ سوف يتحمل مسؤولية شذوذه، والذي ينطوي تحت هذا القانون أضمن له حريته وسعادته وراحته وكل مسببات السعادة في حياته. فهل على صاحب القانون حجة بعد ذلك؟ وكذلك الإسلام أعزائي هو قانون يضمن للجميع أن يعيشوا بسلام وأمان وعدل فيما بينهم، بغض النظر عن دينهم أو جنسهم أو لونهم. الإسلام ليس عبارة عن دين يمارس فيه طقوس العبادات الرمزية التي وضعها الله تعالى، والتي أستطيع أن ألخصها بكلمتين، وهي صلاة وصيام. وما تبقى إنما هو قانون للعالمين يضمن لهم حريتهم وحرية معتقدهم وأمنهم وأمانهم، وأن يعيشوا بسلام وعدل وأمان. بل ومن شدة ما يحرص هذا القانون العالمي على حرية الإنسان أعطاه حرية المعتقد، فإن شاء كان مسلما أو غير مسلم، لكنه عزيز مكرم وهو تحت هذا القانون. بل وإن حرمة دم
الإنسان الغير المسلم هي تماما كحرمة دم المسلم، ما لم يذنب ذنبا يعاقب عليه. وقال الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهل يوجد قانون غير الإسلام ينص على حرية المعتقد؟ فعندما صار مثلا المرتد يقتل بنص واضح وصريح، وهنا من الرسالة العبرانية نقول: تعلمون أن من خالف شريعة موسى كان عقابه الموت دون رحمة، على أن يؤيد مخالفته شاهدان أو ثلاثة، الكتاب المقدس، ترجمة الحياة من سفر الخروج، وأيضا في سفر التثنية: وإذا أغواك سر أخوك، وإذا أغواك سرا أخوك وابن أمك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبك الذي مثل نفسك قائلا نذهب ونعبد آلهة أخرى لم تعرفها أنت ولا آباؤك من آلهة الشعوب الذين حولك القريبين منك أو البعيدين عنك من إقصاء الأرض إلى أقصاها، فلا ترضى منه ولا تسمع له ولا تشفق ولا تشفق عينك عليه ولا ترفق له ولا تستره، بل قتلا تقتله. أما في القانون العالمي للسلام العالمي الذي وضعه الله، قال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أيوجد أوضح من هذه العبارة تؤيد على حرية المعتقد في الدين الإسلامي؟ فألا يشعر بالتناقض في نفسه من يقول أن القرآن محرف وباطل وأنه كتاب بشري وليس كتاب من عند الله سبحانه وتعالى، ثم يأتي على آية مضى عليها أكثر من 1400 عام لم يستطع أحد العبث بها لتكون كلجام تلجمه حينما يقول المرتد عن دين الإسلام يقتل؟ أوليس حريا بمن يدعي ذلك أن يحذف أو يعدل هذه الآية؟ أوليس الدين الذي يضمن لك حرية معتقدك هو دين الديمقراطية التي تريدها؟ أوليس الدين الذي يقدر قيمة دمك إن هدر ظلما كأنه قد هدر دم الأمة بأكملها حتى ولو لم تكن مسلما؟ فإن سألتني بعدها لماذا الإسلام دين الله الحق، أقول لك وبكل بساطة: لأنه يحميك حتى وإن لم تكن مسلم. يعني ببساطة يا جماعة، هذه المقالة قصدت أكتبها وأنقلها مشان ما تتخربط الأفكار ببعضها. بكل بساطة نعرف أن الدين الإسلامي هو الدين العالمي، هو دين الله، لأنه يضمن للجميع أن يعيشوا بسلام وأمان وحرية، حرية فكرية وحرية اعتقادية. فبصريح العبارة قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم: أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ ثم يأتينا معتوه ولا يدري رأسه من عقبه فيقول المرتد عن الدين يقتل. فبالله عليكم، الذي قال هذا الكلام والذي ادعى أن هذا الكتاب كتاب بشري وقال أن المرتد عن دين الإسلام يقتل، ألم يكن حريا به أن يحرف هذه الآية ويبدلها حتى لا تكشف كذبه؟ هذا ما أريد أن أنص عليه من أجل أن نخرج بدين عالمي يضمن لكل امرئ منا حقوقه وحريته. فبكل الأديان نرى أن الخارج عن الملة التي هو فيها أو عن الدين الذي هو فيه يقتل وبكل دم بارد، إلا دين الله، دين السلام العالمي، وليس دين الإرهاب، وليس دين تقطيع الرؤوس، وليس دين جز الرقاب، إنما هو الدين الرباني الذي أوصى به الله أنبياءه وأوصياءه وخلفاءه من الأنبياء والأئمة. فهل بعد ذلك بكل بساطة ويسر يأتي أحدنا لكي يعقب على هذا الدين؟ أما إذا اختلفت وجهات النظر فأنت تبني وجهة نظرك على شيء لم يكن موجودا في الإسلام، إنما وجد في كتيبات لا ندري أفعلا صاحبها كتبها أم جاء من بعده أحد فأراد في الإسلام سوءا وشرا وأراد أن يجعل سمعة الإسلام في الحضيض بأن بدل وحرف وقال ما لم يكن
وقالها الله سبحانه وتعالى صراحة عندما كان المنافقين يأتون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يستمعوا الحديث ويكونوا من رواة الحديث، فحينما يخرجون يقولون قولا غير الذي قاله رسول الله، فيتعجب الناس فيأتون لرسول الله ويقول: يا رسول الله، أنت قلت هذا؟ فقال: لا والله ما قلت هذا. فحينها نزل قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ويقولون طاعة، فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم قولا غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون، فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا الذي يقول في الحديث الفلاني والحديث الفلاني والحديث الفلاني، أيها المعتوه، ألم تسمع بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: لا تكتبوا عني غير القرآن؟ ماذا يعني هذا الكلام؟ فيقول لك: أنت هنا تنكر السنة، فلنحن أكثر الناس التزاما بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، السنة الحق التي لا تخالف محكم القرآن. وأعجب من أمر المسلمين كيف أن الله سبحانه وتعالى وضع لهم قانونا واضحا كوضوح الشمس في كبد السماء، وأمرهم أن يلتزموا بمحكم ما جاء في هذا القانون ويحيدوا عن البعض المتشابه فيه، فحينها تركوا كل ما أمرهم به ربهم وذهبوا إلى كل ما يخالف أمر الله ورسوله. فنتج ما نتج أن ظهر بالفترة الأخيرة أو انتشرت بالفترة الأخيرة ظاهرة الإلحاد التي لم أكن أسمع بها، وإن كانت ظاهرة فإنها شكرا لك أخوي. تفضل أخوي المشاكس الشيخ أحمد، أنا أشكرك، 10 دقائق المخصصة خلصت. طيب خلينا نروح نشوف شو في عندك المشاكس الآخر، الأخ حكمة، تفضل أخي حكمة. طبعا يعني هاي أول مناظرة حقيقية أسويها، حبيت بطاقة تعريفية من عني. أنا اسمي حكمة من العراق، من خلفية سنية، وعايش بأوروبا صار لي أكثر من 30 سنة. طبعا النقاط اللي ذكرها الأخ أحمد، طبعا أنا دونت 13 شغلة قالها في وقت واحد، كلها في وقت واحد، طبعا يعني ما خلى شيء للحلقة، بس خلص مو مشكلة، أني أحاول بسرعة أجاوب عليها، لأن هو كل سؤال يراد له يعني 5 دقائق جواب، فأني أحاول أسرع. يعني تكلم أول شيء عن القانون والديمقراطية اللي موجودة بالإسلام. طبعا القانون هو ما يقوله محمد، والديمقراطية ليس لها أساس في الدين الإسلامي نهائيا. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، أي واضحة يعني. فأي شيء يقوله محمد اللي يدعي أنه من القرآن، إحنا لا نعترف أنه من القرآن، وإنما كلام منه وليس له أي دليل على الكلام اللي قاله. طبعا قصدي محمد حكى عن أنه الإسلام يعني اهتم بالأديان الأخرى. طبعا هو ناسي العهدة العمرية شي يقول، وأحد الحلقات حكينا بالعهدة العمرية، عمر بن الخطاب لما احتل مصر شو قال؟ قال غير مسموح لهم يبنون كنائس، والكنائس الواقعة مالهم حق يشيدوها وكثير من الأشياء، وإذا المسلمين جوي من عدم لازم يقوموا لهم، لازم يستضيفون المسلمين وما يسمحون واحد مسلم يصير مسيحي، وإذا واحد مسيحي صار مسلم لازم ما يمنعوه، ويعني أشياء كثيرة جدا عن العهدة العمرية. أتصور هو ما عنده اللي يعرفه ويتناساها أو ما تكلم عنها، لأنه شيء مخزي فعلا يعني.
طبعا الكلام اللي قاله الأخ أحمد راح نحكي بها بالتفصيل عن المسلم أو الغير مسلم، واحد مخير إذا يصبح مسلم أو لا. لا حبيبي، الإسلام لما يغزو، راح نحكي عن جهاد الطلب همينة. الإسلام لما يغزو منطقة عنده 3 خيارات، أما واحد يشهد الشهادتين، وأما يدفع الجزية وهو صاغر يعني وهو مهان ذليل، أو يحارب ويقتل. راح نجيب لك الإثباتات هم هنا. طبعا حكى الأخ أحمد كتب ما قبل الإسلام، السماحة أو القتل أو أي شيء. إحنا جاي نحكي عن الإسلام، ما نحكي أي شيء عن اليهودية أو المسيحية، هم نفس الشيء، أديان غير مقبولة إنه نعاملها نفس ما نعامل الإسلام. يعني الدين اليهودي، الدين اليهودي غير معترف به عندنا، والدين المسيحي كم أمينة ما معترف كدين عندنا. طبعا قال الأخ أحمد كتاب ما يعني من آية: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طبعا هاي الآية منسوخة بآية السيف، الآية 5 والآية 29 من سورة التوبة. طبعا راح نحكي بالتفصيل عن آيات الناسخ والمنسوخ في القرآن. يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، من سورة الكهف الصور الآية 29 على ما أتذكر. صح أحمد؟ إيه، فهذه آية منسوخة بآية السيف، وكل آيات الموادعة والمسامحة كلها نسخت بآية السيف. عندك يقول القرآن محفوظ، لما يحكي إنه القرآن محفوظ كأنه الكتب الأخرى ليست من الله، وهي غير محفوظة، ولا يهتم من حفظت ولا لا. أي إله هذا عند هذا العنصرية إنه يحفظ كتاب والكتاب الآخر ما يحفظه؟ ليش يعني؟ ليش القرآن يقدر يحفظه وما قدر يحفظ التوراة والإنجيل؟ لماذا يعني؟ لأنهم هم يهود أو مسيحيين؟ هذا منطق غريب اللي جاي تقول له أخ أحمد، إنه الله تستشهد انه الله حفظ القرآن. وطبعا احنا راح نذكر لك قصة الغرانيق، آية الغرانيق اللي ذكرها الرسول اللي الشيطان اوحى به اله، وكذلك استهزاك بالأديان الاخرى انه الله ما حافظها. ليش ما حافظها يعني؟ اريد افهم يعني. طبعا على قتل المرتد راح اجيك بالتفصيل عن قتل المرتد، لأنه أنا عندي 10 دقائق ما أقدر أطلع لك المصادر هسه، بس نقطة نقطة أريد أبدي وياك بها، أحكي وياك بها بالتفصيل عن القتل المرتد. طبعا موجود قتل المرتد، المرتد يقتل، وفيها أحاديث كثيرة موجودة عن هذا الشيء. يقول الدين الإسلامي يضمن العالم أن يعيش بسلام. طبعا هاي الأخ أحمد قالها، أريد أعرف الشوك ضمن الإسلام أنه يعيش بسلام. يعني متى مثلا؟ لما راح اجتاح دول آسيا واجتاح دول أفريقيا ووصل إلى حدود الصين وأوروبا، كيف راح لهم بالورود؟ راح كيف انتشر الإسلام بهاي المناطق؟ بالورود انتشر. طبعا يقول: أفأنت تكره الناس أن يكونوا مؤمنين؟ طبعا أنت تكرههم، تكرههم يكونوا مؤمنين، وإلا السيف موجود. أما الإسلام، أما نطق الشهادتين، وأما دفع الجزية وأنت صاغر، حتى لو كنت من كتب أخرى أو كنت مشرك، لازم تصير لازم تؤمن بالإسلام، وإلا القتال يكون النتيجة النهائية لك. الإسلام دين الله العالمي، قال طبعا. منين صار الإسلام الدين الله العالمي إذا ما كان السيف على رقبة الجميع؟ محمد طول 13 سنة كان ينطق بالآيات
خلال 13 سنة لم يؤمن به غير 100 شخص فقط من أقاربه ومعارفه أصدقائه. من آمن به خلال 13 سنة؟ ولكنه لما طرد إلى الطائف، راح إلى الطائف المدينة، هناك أسس جيش من الصعاليك، الناس اللي كانوا يتركوهم يطردوهم أهاليهم ويروحون على الجبال، فاستجلبهم ووعدهم بالغنائم والشغلات، وصارت الشغلة شرعية. ومن هناك بدأ الأوس والخزرج ساندوه، راح انتشر بالمناطق. أما خلفاء الراشدين، حروب الردة طبعا موجودة، أبو بكر طبعا أول ما ابتدعها، أي واحد كان ما يدفع الزكاة أو ما يصلي أو يرفض يدفع الجزية حاربهم كلهم. حروب الردة معروفة عن الخلفاء يسموهم راشدين. يقول لا تكتبوا عني غير القرآن. طبعا هذا كلامك مو صحيح، وإلا لما وجد صحيح البخاري وصحيح مسلم والأحاديث الحسنة مثل أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد وغيرهم. يعني إذا أنت لا تعترف بالقرآن، غير القرآن سبيل، ولا تعترف بالأحاديث، فأنت تعتبر مرتد في الإسلام ويعتبروك غير مسلم، لأنك أنت تحكي كلام عن هواك. هذا الشيء ما يجوز نهائيا. شكرا لك أخوي حكمت المشاكس. أنا خلصت. طبعا أنا قبل ما أعطي العشر دقائق الأخرى للمشاكس الأول الشيخ أحمد، أحب أذكر أصدقائي، بس أصدقائي يعني أنا بتمنى تشاركونا الرابط مع الأصدقاء حتى يتسنى ل جموع أكبر من الأصدقاء أنه يتابعوا الحلقة ونشوف الحلقة ونستفيد كلياتنا. وهو يعني البرنامج هو يعني فكرته أنه التواصل مع الأخوة المسلمين، نسمع أفكارهم ونعطيهم أفكارنا ليش نحن بنختلف معهم. يعني الفكرة مو أنه نتناظر ونبين مين هو والله الخسران هو مين هو الكسبان، هذا طبعا ما بتجي من المناظرات، هي فقط للناس اللي متابعت متابعينا حتى يتبين مين هو الحشد. احمد يا ريت بس من عندك اليوتيوب شغال، اظن بس اليوتيوب طفي من عندك حبيبي، ولما تتكلم افتح الميوت، ولما يتكلم الطرف الاخر انت سكر الميوت من عندك مشان الصوت. طيب تفضل احمد، معك 10 دقائق وشوف شو بدك تفضل. هلا اول شغله الاخ حكمت عم بيقول لا نعترف ان القران من الله بل من محمد، وكل ما جاء بالقران هو من النبي صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قالها في صريح العباره، فاذا قراناه فاتبع قرانه، فاتبع قرانه، هذا امر من الله سبحانه وتعالى. ثم قال فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. يعني القرآن وبيان القرآن هو من عند الله صلى الله من عند الله سبحانه وتعالى، ومحمد عليه الصلاة والسلام هو مبلغ وناقل لما جاءه من الله سبحانه وتعالى عن طريق الوحي. وأما بالنسبة لما قاله عن العهدة العمرية فيما قاله عامة، فبكل بساطة عمر بن الخطاب لا يقوم بعمل يخالف ما جاء في محكم القرآن، وما ذكره إنما هو مخالف لمحكم القرآن، وجاءنا عن غير عمر عن شخص يريد أن يشوه سمعة الإسلام تحت مسمى عمر بن الخطاب. وبالنسبة لآية أن الآية الذي ذكرها والذي استشهدت بها أنا، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقال أنها نسخت بآية السيف، فأحب أن أقول لك بأن كذبة أو خدعة الناسخ والمنسوخ هي أساساً لا وجود لها في الإسلام. الناسخ والمنسوخ لا يوجد أساس له في الإسلام. أما الناسخ والمنسوخ سنتكلم عنه بشفافية مطلقة لكن يطول عنه. فعندما نقول أن الآية التي تتحدث عن إرضاع الكبير أنها نسخت، فبالله عليك هل ينسخ
نسخت وبقي حكمها. هل ينسخ العبد، ينسخ كلام العبد كلام الرب؟ بكل بساطة كذبة الناسخ والمنسوخ لا أصل لها في الإسلام، وكل ما بني على أساس الناسخ والمنسوخ فهو باطل. الكتاب محفوظ وغيره لماذا؟ لماذا القرآن محفوظ وغيره لماذا؟ يعني التوراة ليس محفوظا من التحريف، والإنجيل والسنة النبوية. الله سبحانه وتعالى بصريح العبارة لم يتوعد المؤمنين والعالمين بشكل عام إلا بحفظ القرآن. لماذا؟ وهذا من أجل أن يكون القرآن هو المرجع الأول والأخير لكل العالمين، بما أن الله سبحانه وتعالى قال إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فدين الإسلام والكتاب الذي جاء تحت مسمى الإسلام وهو القرآن هو الكتاب الذي سيحاسب عليه جميع العالمين من بعد ما أتى القرآن. والله سبحانه وتعالى لم يتوعدنا بحفظ التوراة ولا الإنجيل ولا السنة النبوية، حتى كل ما أتانا في التوراة والإنجيل، وبما أنهم كتب الله سبحانه وتعالى والإيمان بها شرط إلزامي، ولكن كل ما جاءنا في هذه الكتب والسنة النبوية مخالفا لمحكم ما جاء في كتاب الله فهو باطل من عند الشيطان وحزبه. وما قلته عن الردة أن المرتد عن دين الإسلام يقتل، ذكرت لك أن الله سبحانه وتعالى قالها بصريح العبارة: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. هذا الكلام واضح وصريح. أما إذا قلت عن آية أنها موجودة، اذكر لي الآية وتكون آية محكمة، بمعنى أنها لا تحتاج لتأويل، يعني آية واضحة وصريحة تثبت حد الردة في الإسلام، والذي فارق أو غادر الإسلام أو خرج عن الإسلام يقتل، ضمن آية محكمة واضحة وصريحة يفهمها العالم والجاهل وكل ذي لسان عربي. وأما الإسلام، بالنسبة للإسلام وما قلته عن فتوح الإسلام والتي كانت بالسيف، يا سيدي الكريم، الإسلام لم يفرض على الناس بالسيف، إنما الجزية فرضت، نعم، بالسيف. لأن الإسلام قلنا أنه دين الله، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أما الجزية فلماذا تفرض بالسيف؟ الجزية طبعا هي لغير المسلم، أما للمسلم فهي الزكاة، لكن تسمى جزية لأنه لا يندرج تحت قانون الإسلام، فلا يقال عنه زكاة لأنه أصلا غير مسلم. ولكن هي تفرض بالسيف، وإن عفوا إن لم تدفع عن طيب خاطر سواء من المسلم أو من غير المسلم فتؤخذ منه عنوة وبالسيف. لماذا؟ لأنها حق الله المعلوم في الأرض للفقير سواء كان مسلما أو غير مسلم. هذا ضمان من رب العالمين لكل آدمي فقير أن يؤخذ حق الله المعلوم من الغني للفقير سواء كان مسلما أو غير مسلم. لهذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه عندما حارب المرتدين لم يحاربهم لأنهم أساسا خرجوا من الإسلام، هم لم يخرجوا من الإسلام، هم قالوا أن محمد صلى الله عليه وسلم مات، إذن لن ندفع الزكاة. وهذا ما حصل، فأنذرهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقال يجب أن تدفع الجزية لأنها حق الله المعلوم للفقراء سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فأبوا فأعلن عليهم الحرب لأنه شرعا من الله ولأنه حق الله للفقير على الغني. لماذا لا تكتب عني غير القرآن؟ أنت قلت أن هذا الكلام غير صحيح، لكن أقول لك أن هذا الكلام صحيح وبدليل منطقي. لماذا لا تكتب عني غير القرآن؟ هذا لا يعني أن السنة ليس لها وجود، بالعكس، لكن السنة عزيزي إنما هي لا تقرأ كما يقرأ القرآن، إنما تفعل بالحياة العملية كما يفعل القرآن في الحياة العملية. فما السنة بصريح العبارة هي بعض ما تفسير السنة، كثير من الناس يجهل ما هي السنة. السنة هي بصريح العبارة بيان لبعض ما جاء في القرآن، بيان لبعض ما جاء في القرآن وليس كله. كثير من الناس يظن أن القرآن السنة
جاءت تبيانا لكل القرآن، وهذا الكلام غير صحيح وعالي عن الصحة. السنة جاءت لتبين بعض. ألو ألو، نحن معك أخي، تفضل أكمل السنة جاءت لتبين بعض ما جاء في القرآن. كأذكر لك مثال، عندما نزل قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. ما هي الوسيلة؟ بكل بساطة محمد صلى الله عليه وسلم عرف الوسيلة وقال: هي منزلة في الجنة لا تنبغي إلا أن تكون لعبد واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. فالسنة أعزائي هي حياة عملية، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتب عني غير القرآن. لأنه عندما يبين آية في القرآن، هذا البيان لا ينبغي أن يكتب، إنما يفعل، كأن قال تعالى عن الوسيلة: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. وبين محمد ما هي الوسيلة، من أجل ماذا؟ من أجل أن يتنافس جميع خلق الله على هذه الدرجة العالية الرفيعة التي جعل الله صاحبها مجهولا. ولكن اليوم للأسف، وبعد أن حاد المسلمون عن كتاب الله وسنة رسوله الحق، صاروا ينسبون الوسيلة لرسول الله باعتقادهم أنه حبا برسول الله، ولكن هو أساسا تقاعسا عن الدين. محمد صلى الله عليه وسلم قال: سلوا الله الوسيلة. والله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. من أعطى سفهاء المسلمين بأن ينسبوا الوسيلة لرسول الله؟ وهو الذي قال وحض المسلمين أن يسألوا الله الوسيلة لأنفسهم. فنحن في هذا المقام نريد أن ندافع عن هذا الدين الحنيف، ليس دين الكبراء، وليس دين الساسات، وليس دين الحاخامات، إنما نريد أن ندافع عن دين الله، دين الربانيين، دين الحنفاء المسلمين، الدين الذي ينص على أن جميع خلق الله يجب أن يعيشوا بسلام وأمان، بغض النظر عن ألوانهم وأجناسهم وأديانهم. الله سبحانه وتعالى قال بصريح العبارة: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. من وضع لهم الحق بأن يقتلوا المرتد؟ كل من قال بصريح العبارة، كل من قال أن المرتد عن دين الإسلام يقتل، فهذا معتوه لا يعرف من دين الله شيء، ويقول على الله ما لا يعلم. وإذا تبقى لدي من الوقت، أحب أن أقول: الله سبحانه وتعالى، يعني هذا القرآن واضح وصريح، لكن عندما جاء المشككون ليشككوا، لم يشككوا أساسا في القرآن، هم أساسا بدأ الشك وبدأ التناقض فيما جاء في الكتب وفي الموروثات التي فيها ما فيها من البطلان، وفيها ما فيها من الإسرائيليات، وفيها ما فيها من التزوير والبهتان على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرأوا أن هذا الذي جاءنا والذي ورثناه بالنقل وليس بالعقل، ومعتوهم كل من قال الدين بالنقل وليس بالعقل. والله سبحانه وتعالى يقول لك: أفلا يتدبرون. معتوه كل من قال الدين بالنقل وليس بالعقل، فيجيء ويقول لك الدين بالنقل وليس بالعقل. نحن صدقنا، لماذا؟ لأنه جاءنا هذا الكلام عن طريق أصحاب اللفافات وعن طريق أصحاب العقول الفارغة. وللأسف وبكل أسف، عامة الناس لم يعتادوا أن يعمل عقولهم، بسبب أنهم يرون أمامهم شخصا ملتحيا، لحيته طويلة، حاف شواربه، عمامته كبيرة، فيعتقدون أنه إله لا يخطئ، فيعتقدون أن هذا الرجل معصوم عن الخطأ. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابين. محمد صلى الله عليه وسلم أخطأ، الوحيد المعصوم عن الخطأ هو الذي ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، الله سبحانه وتعالى. شيخي أتشكرك كثير. تفضل. الشيخ المشاكس، طول بالك علينا شيخي، طول بالك علينا. على كلنا طبعا، أعطي العشر دقائق الأخرى لأخوي حكمة المشاكس. حكمة تفضل حبيبي. حكمة، ما في جعبتك؟ أتصور هو أخذ شوية زيادة عن الوقت، صح؟ لا، ما أخذ زيادة عن وقت. بال24 بلش 24. أوكي 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 أوكي، خلاص، عادي عادي. طبعا الأخ أحمد اللي أريد أوضحه، أنه هو من ناحية يقول أنه هو يؤمن
بالقرآن فقط، والأحاديث تبين فقط ما في القرآن، ما موجود بالقرآن، وهذا كلام ليس حقيقي. أخي أحمد، أنت تحكي من أهوائك، أنت ما تحكي عن، ما تجيب دلائل وإثباتات على كلامك، وإلا ليش خلوا العلماء؟ أنت في حلقة من حلقاتك خليتها استشهدت بأحد الأحاديث وما موجودة أصلاً بالقرآن، ما لها علاقة بالقرآن. يعني اذكر لي هو، اذكر لي الحديث رجاءً. ألا ذكرك فيها لحظة. أنت تكلمت عن لحظة، أنا مدونها هون حتى أذكرك فيها. لما قلت لما حكيت عن ال 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 أنا طبعا الحديث ما ذكره، كنت تتكلم على الأشخاص اللي الأشخاص اللي ما يؤمنون بالقرآن، ما يؤمنون بال، يعني التفرق ليش صار بالإسلام. ذكرت انه ليش تفرق صار بالاسلام، لانه ما التزمتوا بالدين الحق. وحكيت عن عن فلان عن فلان عن فلان حديث، طبعا انا ما اتذكر الحديث، بالحلقه مالتك موجوده، وذكرت الحديث بالكامل لانه تريد تحث المسلمين على التجانس الشيعه والسنه، صحيح ولا لا؟ نعم. فانت ذكرت حديث فيها، وهذه أصلاً ما لها علاقة، أي علاقة بالقرآن. وإنما كلامك عن إنه تقول إنه تقول آية النسخ ما موجودة، طبعاً هذا كلام لا يؤيدك فيها أي واحد. يعني الآية طبعاً تقول ما ننسخ من آية إنه ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، يعني هاي واضحة. راح أذكر لك شوية عن الناسخ والمنسوخ اللي انت ما تعترف بها. اوكي، بس لحظه. اوكي، وياتي النسخ في القران على ثلاث انحاء. الاول نسخ التلاوه والحكم معا، ومثاله حديث عائشه قالت كان فيما انزل 10 رضعات معلومات يحرمنا ثم نسخنا بخمس معلومات، رواه مسلم. اذا انت ما تعترف بمسلم والبخاري فأني هذا مو مشكلتي صراحة، يعني فالمسلمين كلهم معترفين به. الثاني نسخ الحكم وبقاء التلاوة، ومثاله قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلب 200 وإن يكن منكم 1000 يغلب 2000 بإذن الله والله مع الصابرين، أنفال 66. فهذه الآية نسخت حكم الآية السابقة لها مع بقاء تلاوتها، وهي قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم، هذا تحريض طبعا على القتال اللي تحكي عنه أنه دفاعية للإسلام، إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون، الأنفال 65. الثالث نسخ التلاوة مع بقاء الحكم، ما أريد أحكي عنه هذا لأنه راح أطول وقتي راح يخلص. طبعا كله موجود، إذا جينا بالتفصيل راح أحكي لك كل المصادر كلها. يعني طبعا حتى يذكر يقول لك سورة البقرة إيش قد نسخ منها، والسورة التي دخلها الناسخ والمنسوخ هي 25 سورة. يقول لك مصدر هبة الله بن سلامة الناسخ والمنسوخ، وسورة البقرة مثلا تحتوي على 30 آية منسوخة، المصدر السابق صفحة 76. أما الإمام أبو جعفر النحاس المتوفي 338 هجرية فيقول السور التي لم يدخلها الناسخ ولا المنسوخ 43 سورة، والسور التي فيها المنسوخ دون الناسخ 6 سور، والسور التي فيها الناسخ دون المنسوخ 33 سورة، والسور التي فيها الناسخ والمنسوخ 32 سورة. طبعا انت هاي كلها ما تعترف بها، وانا جايب لك اياها من صحيح من اصح الكتب الاسلامية بخاري مسلم، شو تريد اني اجيب لك؟ طبعا
الجزية، تذكر تساوي جزية بالزكاة؟ طبعا هذا شيء مضحك، انت تعرف ايش قد الجزية، كم هي كم بالمئة الجزية تفرض؟ يمكن ما اعرف، تعرف ولا لا؟ 25% من دخلك تدفع جزية. بس اكمل انت علق اخويا. نعم. ال 25% هو نسبة الجزية المفروض على الناس، والناس حتى بعضهم المسيحيين صاروا مسلمين لأنهم ما كانوا يقدروا يدفعون الجزية. ف عمرو بن العاص فطن عليهم وقال هذا الحكي ما يفيدكم، انتم كنتوا مسيحيين لو من الأول مسلمين ما يخالف. فصار ياخذ منهم الجزية، والناس اللي ياما ناس ما كان عندهم يدفعون الجزية كان ياخذوا منهم أولادهم بدل الجزية اللي يدفعوها، وهكذا كم طفل عندهم ياخذوها منهم، وإذا ما كفوا الأطفال ياخذوهم هم سبايا ورقيق. الزكاة 2.5%. طبعا أذكر لك أحد الأحاديث لما الرسول أنت تحكي يتوزع شو اسمه بالتساوي، يوزعون الجزية على الفقراء وما اعرف شنو. احد المرات احد الغزوات اجى الرسول وكان عم العباس جاي، جاب بعبة خلى فلوس ذهب، قال له افتح عبك. بعد تريد؟ نعم. ذبلة ليش؟ هو شنو حتى ينطيه اكثر من الباقين؟ واين التقسيم؟ منو كان يقسم؟ منو كان يهتم لهذا الشيء؟ الرسول شي يقوله هو اللي كان يصير، الصحابة شي قرروا هو كان يصير. ما تقول لي شو اسمه انه هالشيء مفروض من موجود بالقرآن والرسول يعترف به. يعني انت ما اعرف الاحاديث اذا تعترف فيها احنا جاي نجيب لك احاديث، اذا ما تعترف فيها ليش نجيب لك احاديث؟ بعد ما يصير انت تؤمن بعض الاحاديث وبعض ما تؤمن بها. على اي اساس انت تصلي؟ على اي اساس انت تصوم؟ على اي اساس انت تعطي الزكاة؟ هاي ما فيها تفصيلات بالقرآن، موجودة بالاحاديث. والاحاديث تحكي لي عن بس احكي لك عن قلت لي المرتد لا يقتل، خلي اجيب لك أحمد، الحديث أحمد، على قتل المرتد. يا احمد يا ريت تساوي ميوت لانه الصوت عم تطلع من عندك عم تزعج شوي، يا ريت تساوي ميوت. اوكي. بس هاي لازم اذكرها جان، انطيني مجال انه الحديث اللي يعني. يعمل ميوت راح اعطيك مجال. احمد بس الصوت من عندك من الشاشه، مش شاشه، اذا عندك تليفون في تحت بالشاشه صوت بس اضغط عليه مشان ما يطلع. ايوه بالطبع، تفضل احمد. معك دقيقه لانه اخذ منك، تفضل. اوكي. اعتقد نضاف عليه بعد دقيقه لانه 44، انا يمي 43 هسه، مو مهم. حديث قتل المرتد من الاسلام، سؤال وجواب للشيخ محمد صالح المنجد. يقول لك ثالثا، ما هو حكم المرتد اذا ارتد مسلم وكان مستوفيا لشروط الرده بحيث كان عاقلا بالغا مختارا اهدر دمه ويقتله الامام حاكم المسلمين او نائبه كالقاضي، ولا يغسل ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين؟ ودليل قتل المرتد هو قول النبي من بدل دينه فاقتلوه، رواه البخاري الصفحة 2794. وقول النبي لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وإني رسول الله إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة، رواه البخاري صفحة 6878 ومسلم كذلك صفحة 1676. طبعا يعني أتمنى الأخ جان يعني يعطيني بعض المجال أنا أسأله، إذا يقبل الأخ أحمد أسأله بعض الأسئلة وهو يجاوب عليه إذا يوافق يعني. تفضل. طيب استنوا شوي، المدير أنا هون، أحمد، شيخ أحمد حبيبنا الشيخ. معك على كل. طبعا في عندك دقيقتين لسه ما خلصوا حكمت على فكرة، يعني انت بتنتهي بال 46 لانه اخذت دقيقة قلت لي دقيقة، فمشان هيك يعني بلشت بال 35. اوكي انا راح
راح احكي محمد قال انه في جلسه اللي حكى فيها عن هل نتقيد نمشي على خطوات الرسول. طبعا قال الرسول ما قتل الاسرى. واستشهاد الاخ احمد بالايه 67 من سوره الانفال يقول ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. سورة الأنفال قلناها هي 67. فطبعا هو يعني ما أعرف من أي تفسير جاء، من أي مكان، من أي كتاب. طبعا أنا جاي أجيب لك تفسير ابن كثير، تفسير الطبري للآية، يقول وإنما قال الله جل ثناؤه لنبي محمد يعرفه أن قتل المشركين الذين أسرهم الرسول يوم بدر ثم فاد به وكان أولى بالصواب من أخذ. على كل أخوي حكمة وقتك انتهى. في هلا إذا بدكم تاخذوا 10 دقائق سؤال وجواب بعدين نرجع على نعاود الكرة، ما عندي أي مشكلة. بدكم تكملوا هذا برجع للمشاكسين. إذا يسمح لي الأخ أحمد أبدي، لأن هو بالبداية بدأ. لا إذا يسمح لي طبعا. ما اتفقنا يا أخوي يا حكمت. أسأله يعني. أنا بقول بس خلينا نكمل أعقب بس على هالكم الكلمة مشان ما يتفلت مننا الحوار في بعض النقاط. بس لازم أحمد أنت سجلتهم؟ إيه سجلتهم. خلي أعقب وبعدين أبدي بالأسئلة. حكمت. تمام. يا حكمت. بس نتفق إذا بدكم 10 دقائق سؤال وجواب عشان نبدأ فيها، وبعدين نرجع أخويا الشيخ أحمد بيكمل بعدين. يا ريت نعقب بس ب10 دقائق على الكلام اللي قاله الأخ أحمد. 10 دقائق فبدي أعطيه 10 دقائق أخرى. تمام أوكي ما في مشكلة. إذا بدك نبدأ بالسؤال والجواب حالا على راحتك. لا يا ريت بس خلينا مستمرين بالعشر دقائق. 10 دقائق طيب. الواحد مننا معك 10 دقائق تفضل. أي 47 هلا الأخ حكمت قال بأنني أولا أنكر السنة. أنا لا أنكر السنة يا أخي الحبيب، لكن قلت لك نحن نؤمن في السنة ما جاء موافقا لما جاء في القرآن، فالأمر بسيط جدا لا يحتاج إلى تعقيد. أنا اليوم أستطيع أن أقول على لسانك كثير من الكلام الذي كان والذي ما كان. فما هو المرجع؟ المرجع هو أنت عندما تسمع هذا الكلام، فأنت الوحيد الذي تقره أو تكذبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تكتبوا عني غير القرآن. فذكرت لك حادثة المنافقين الذي كانوا يجلسون بمجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبدلون قوله ويقولونه للناس. إذا كان الناس من زمن النبي صلى الله عليه وسلم يحرفون كلام رسول الله، فمن يضمن لي اليوم أن يأتيني كتاب وتقول لي صحيح بخاري أو صحيح مسلم؟ نحن لا نضرب بي 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 بمن صحح الأحاديث، لكن نحن لا نضمن هذا الكتاب هل بعث يرى فيه، هل وصله التحريف؟ ونعم وصله التحريف. نحن بما أمرنا الله جعلنا القرآن هو المرجع الوحيد لكي نتأكد من صحة ما جاءنا عن رسول الله. أما الحديث الذي جعلته ضدي وهو أساسا معي، وقلت أنني استشهدت بحديث أساسا لم يرد ذكره في القرآن، قلنا أن الحديث حينما نريد أن نعرفه صحيحا أو لا بغض النظر، فقط حينما يوافق القرآن بموضوعيته نعرف أن هذا الحديث هو تبيان للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما روى لنا الحديث، والحديث الذي قلته استشهدت فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مرة صلاة أطالها، فسألوه الصحابة صليت صلاة ما كنت تصليها، بمعنى أن أطلتها قليلا، فقال سألت ربي 3 فأعطاني 2 ومنعني 1، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بسنة فأعطانيها، وسألت ربي أن لا يهلك أمتي بما معنى مرض أعطانيها تفلتت مني. لكن التي تهمنا الآن وهو الثالثة، السؤال الثالث الذي منعه الله لمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو قال سألت ربي أن لا يذيق أمتي بعضهم بأس بعض فمنعنيها. لماذا يا أخي الكريم؟ لأنها عقاب للذين تفرقوا في الدين، عقاب للذين تفرقوا في الدين. وقال الله سبحانه وتعالى حتى أؤيد لك هذا الحديث بنص قرآني، الله عز وجل قال قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا
من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة فيذيق بعضكم بأس بعض. ألا يتواطأ ويتوافق هذا الحديث مع دعوة رسول الله التي دعاها ورفضت بعقاب الله سبحانه وتعالى للذين تفرقوا في الدين؟ فهذا الكلام يعني بديهي جدا. بالنسبة للناسخ والمنسوخ، أنا لم أقل لك أن الناسخ والمنسوخ في القرآن. الناسخ والمنسوخ حينما تقول النسخ بالحكم مع بقاء التلاوة فهذا بديهي جدا، والآيات التي ذكرتها نعم، لكن حينما يبدل ويقال ينسخ الحكم تنسخ التلاوة ويبقى الحكم فهذا عار عن الصحة بكل بساطة. يعني حينما يقول عن آية الرجم، عن آية الرجم فيقول أن كان هناك آية وفحوى هذه الآية الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله وكان الله عزيزا حكيما. الله الله، يعني هذا الكلام لا يقبل به إلا السذج حينما جعل لنا الله سبحانه وتعالى قانونا. فجاء المسلمون وحادوا عنه، لا تلم هذا القرآن ولا تقل أن هذا القرآن محرف، بل قل أولئك المعتوهين من المسلمين الذين جعلوا عقولهم قارورة فارغة تملأ ما تشاء من الضلال والكذب، ولم يحكموا كتاب الله سبحانه وتعالى فيما بينهم. والله عز وجل أمرهم في أول كلمة قال اقرأ ولا تكاد تخلو سورة إلا ويحثنا الله سبحانه وتعالى بالعلم والمنطق بالحق على الواقع الحقيقي أن نتدبر كل ما جاءنا في القرآن وفي الحياة. فكل لا ترى إلا آية تقول أفلا ينظرون أفلا يعقلون أفلا يتدبرون. فهذا الكلام القرآن ما جاء لكي نتبع اتباعا أعمى بكل بساطة. خلافي أنا وأنت يا أخي الحبيب هو أنك مستمسك أكثر الاستمساك في الكتب والموروثات التي أضلت الأمة وأوصلتها إلى الحضيض، وبالنسبة لي مستمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله الحق التي لا تخالف محكم الكتاب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما وتركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ما تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. كتاب الله هو الأساس، والسنة قلنا أنها بيان لبعض ما جاء في القرآن. فبالعقل والمنطق حينما قال رسول الله القرآن، وهنا أنا أوجه كلامي للمسلمين الذين يسمعوننا، فأي دين اليوم نمشي عليه إذا جعلنا من القرآن مهجورا واحتكمنا إلى كلام البشر كلام الكبراء؟ وترى على كلمة الكبراء أن في كل دين وفي كل ملة وفي كل عرق ترى أن الكبراء هم الذين أودوا في الأمة إلى الحضيض. وقالها الله سبحانه وتعالى صراحة من القرآن: قالوا ربنا أطعنا ساداتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. لماذا سميتموهم كبراء والله سبحانه وتعالى جعلهم عبيد؟ من أعطاكم الحق ومن نصب من نصبهم كبراء علينا؟ الله سبحانه وتعالى لم يقل للمسلمين في أي آية من القرآن أن يتبعوا اتباعا أعمى، بل لا تكاد آية وتخلو من الحث على التدبر والتفكر وبالعقل والمنطق الحقيقي. الله سبحانه وتعالى قال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فأي كلام؟ الله سبحانه وتعالى يريد منا أن لا نكون سذجا، أن لا نكون إمعات، أن لا نكون قطعان الغنم نمشي وراء الراعي إذ نتبعه اتباعا أعمى. وهذا ما خلق الفتنة، وهذا ما أوصلنا إلى الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. هذا لأن المسلمون حادوا عن كتاب الله، فمن الطبيعي أن يشرذموا ويقتلوا ويصبحوا أضعف أمة، ويخرج منهم طائفة تلحد وتنكر هذا الدين وتنكر هذا الرب وتنكر هذا الرسول وتنكر هذا القرآن، بما أنهم وجدوا. والأخ حكمة كان من المسلمين وقلت لي أنك
يعني كنت مجتهد في القرآن، فعندما حكمت رأى هذا الكم الهائل من التوصيات وهذا الكتاب الذي يأمرنا بالوحدة ويأمرنا بالسلام ويأمرنا بالعدل والقسط، وينظر إلى الواقع الحقيقي فلا يرى، بالعكس يرى تناقضا تماما. فهنا أنا قلتها لك وأعيد قولها وأكررها، أن الفرق بيني وبينك هو أنني عندما وجدت في هذا القرآن، وجدت في هذا القرآن كل ما أمر الله به من الحق والعدل، ووجدت على الواقع الحقيقي كل هذا التناقض، الفرق بيني وبينك أنا لم ألحد، أنا صبرت قليلا، وهو عندما قلت لك أن الفرق بيني وبينك وأنك استعجلت ولم تصبر. لو أنك صبرت وطلبت من الله سبحانه وتعالى وقلت له كما قلت أنا حينما تلوت تلاوة فخرجت لم أفهم منها شيئا، فأحزنني ذلك وقلت يا رب أريد أن أفهم هذا القرآن كما تريد أنت، وليس كما يريد ابن كثير، وليس كما يريد البخاري، وليس كما يريد فلان وزعطان، أنا أريد أن أفهم القرآن كما يريد الله، فكان حقا على الله سبحانه وتعالى في قوله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. بحثت وتدبرت وسهرت وتعبت في تدبر القرآن إلى أن شاء الله سبحانه وتعالى ودلني على من يفهم القرآن كما يريد الله ليس كما يريد البشر، ويؤول القرآن كما يريد الله وليس كما يريد البشر أو بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا. الفرق بيني وبينك هو أنك لم تصبر فقط. أعود لموضوع الجزية. الجزية أنا قلت هي 25% للكافرين و 2.5% للمؤمنين. بكل ما تقولها أنت وأقولها أنا متضاربين. لماذا؟ لأننا أساسا أنت تحتكم إلى كتب معينة وأنا أحتكم إلى القرآن. بكل بساطة الجزية والزكاة 10%، الجزية والزكاة 10%. طبعا هذا كلام سيضحكك وهذا حقك لأنك لم تسمعه من قبل ولم. أنا أشكرك أخي أحمد. نعم أحمد المشاكس أحمد، لو تعمل ميوت وتفضل مشاكس حكمة أكمل الطريق. طبعا أنا بس أريد أخلي النقاط على الحروف. الأخ أحمد من ناحية يقول إنه ما يؤمن بالأحاديث إلا ما يوافق كتاب الله، ويجيب هاي الرواية اللي قالها عن الرسول لما طلب بعض الأشياء وافق على بعضها وما وافق على البعض الآخر، يعني وافق على اثنين إنه ما يهلك أمته بمرض ما أعرف إيش، وآخر شيء موافق على شيء اللي ذكره الأخ أحمد. فطبعا هذا ما له أي علاقة بالقرآن نهائيا، ما له علاقة. يعني أنت دائما تحكي كلام وتحكي نقيضة بنفس الوقت. وهسه بالأخير همينة جبت حديث آخر همينة ما له علاقة بالقرآن. يعني أنت ما يصير أنت تختار على مزاجك ياهو اللي يوافق القرآن ياهو اللي ما يوافق القرآن. انت تقول ما تؤمن بالكلام اللي يقولوا البشر، طبعا انت اللي جايبه منين جايبه؟ يعني من المريخ جايبه؟ طبعا بشر قايلينه كلام اللي انت تقوله بشر، لكن اللي على مزاجك انت. احنا ليش العاد يسمون الحديث الصحيح اول شيء يجي المتفق الاجماع؟ طبعا الاجماع جميع العلماء اجمعوا عليها، انت تعرفها زين. بعدين أكون متفق عليه البخاري ومسلم، بعدين يجي الحديث الحسنة، بعدين الضعيفة والغريبة والمنكرة وما أعرف إيش. إحنا ما نعترف بها، ما نجيب لغير الأحاديث الصحيحة والحسنة، يعني ما نتطرق لغير شيء. جبت لك هسه أحاديث من البخاري ومسلم، إذا ما تعترف بهم قول أمام الجميع أنا ما أعترف بهم حتى إحنا نعرف كيف نحكي وياك يعني. وراح أجيب لك أنت القرآن اللي تؤمن به، أجيب لك تفسير ابن كثير يسموه شيخ المفسرين، يعني الإسلام كله معترف به. إذا أنت ما تعترف به ما يصير تجيب من أهوائك. شوف أخوي أحمد، أنا أجيب لك مثال على الشيء اللي التفكير اللي أنت تفكر به. أجيب لك مثل وزارة التربية والتعليم، يجلسون مع بعض أساتذة ومدراء وشيء ويقررون إيش راح يكون التلاميذ، ماذا يدرسون السنة القادمة في الصف الأول الابتدائي أو السادس الابتدائي، ماذا يدرسون وماذا يكتبون. يكتبون كل شيء، وبعد الاتفاق يتفقون ويطبعونه
وينشرونه على كافة الدولة، الدولة بكل محافظاتها تمشي على هاي المنهج. فكيف إذا بدين من الله يجي كل واحد يحكي بيه من كيفه؟ ما يصير، ما يصير أنت تقرر إنه شنو الصح واللي على مزاجك. هذا قال ماكو قتل أسرى، أوكي راح أخذه. هذا قال لا لا يقتل أسرى، لا 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 أنا ما أحب هذا. يعني أنت تمشي بأهوائك، أنت من حتى أنت من وأنا من وغيرك من حتى أنت تقرر عن ناس قبلك بمئات السنين قرروا ما هو التفسير الآية وما هو الأحاديث الصحيحة. الأمة كلها مجتمعة البخاري ومسلم وأنت لا تعترف بها، فهذه مشكلتك وليس مشكلتي. وبعدين أنت يعني ما أعرف شلون تقرر أنه هذا الحديث تأخذه وهذا الحديث ما تأخذه. لعد ليش وضعوا أسس وقواعد الأحاديث؟ ليش وضعوها يعني إذا أنت تحكي بكيفك والثاني يحكي بكيفه؟ وأنا قلت قبل أشتي في مليار على الأقل مليار مسلم، إذا شلت الشيعة ما تعتبرهم مسلمين، طبعا هذا لهم قتل يعتبرهم مرتدين ويجوز قتل. ابن تيمية يقول يجوز قتل الرافضة. طبعا إذا أنت ما تعترف فيهم أنا ما أقدر أغير هالشي صراحة يعني. وانت يعني بنفسك تريد تقرر ايها حديث اي صحيح، اوكي انت تجي تقول لي القران تاخذ بالقران، انا امشي وياك بالقران، انسى الاحاديث. ولكنك انت اجيب لك تفسير ما تقبله، يعني كيف اناقشك؟ منين امسكك مثل ما يقول يعني؟ منين ما امسكك تهرب مني يعني؟ يعني اجيك بالاحاديث الصحيحه تقول لي لا 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 هاي انا امشي على احاديث اخرى، أجيبك تفاسير القرآن تقول لي لا هذا مو صحيح، ما تعترف لا بالطبري ولا بابن كثير ولا القرطبي وغيرهم لأنه ما يوافقون أهوائك، وتأخذ من الدين الجمال اللي فيه فقط والأشياء السيئة تضربها بالشلوت. هذا ما يصير، هذا مو الإسلام، ما انتشر هكذا وإلا ما كانوا وصلوا لل الدول العالم كلها. هل تتصور وصلوها بالورود والأغصان أم وصلوها بالسيف؟ وأنا ذكرت لك أشياء ثلاثة تأتي بها. طبعا أنا إذا عندي وقت كم دقيقة عندي جان حبيبي؟ عندك خمس دقائق، خمس دقائق أخرى تفضل. أوكي. طبعا الأخ أحمد بجلسته اللي تكلم بها رح أرجع عيدها لأنه هاي مهمة جدا. فسر الآية القرآن غلط، قال إنه استشهد بالآية 67 من سورة الأنفال، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يدخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. طبعا هو فسره قال الله عاتب رسوله لأنه أثخن في قتل الأسرى وما يصير المسلمين يكون عندهم أسرى. طيب أنا أجيب لك تفسير الطبري، شي يقول تفسير الطبري؟ إذا أنت ما تريد تعترف بيها براحتك، والناس اللي تشرح لهم لازم يعرفون أكو تفسير طبري. يعني تفسير الطبري الآية تقول وإنما قال الله جل ثناؤه لنبيه محمد يعرفوا إن قتل المشركين الذي أسرهم الرسول يوم بدر ثم فادى بهم كان أولى بالصواب من أخذ الفدية منهم وإطلاقهم. تريدون، يقول للمؤمنين أصحاب رسول الله، تريدون أيها المؤمنون عرض الدنيا بأسركم للمشركين وما عرض المرء منه من مال ومتاع، يقول تريدون بأخذكم الفداء من المشركين متاع الدنيا وطعمها والله يريد الآخرة، يقول والله يريد لكم زينة الآخرة وما عد المؤمنين وأهل ولايته في الجنات بقتلكم إياهم وإثخانكم في الأرض، يقول لهم فاطلبوا ما يريد الله لكم ولو اعملوا، لا ما تدعوهم إليه أهواء أنفسكم من الرغبة في الدنيا وأسبابها. بعدين يقول الله عزيز، يقول إن أنتم أردتم الآخرة لم يغلبكم عدو لكم لأن الله عزيز لا يقهر ولا يغلب وأنه حكيم في تدبير أمر خلقي. وبالنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل، حدثني المثنى قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية عن ما كان نبي أن يكون له أسرى حتى يدخل في الأرض وذلك يوم بدر والمسلمون يومئذ قليل، ف
فلما كثر واشتد سلطانهم أنزل الله تبارك وتعالى بعد هذا في الأسارة: فأما منا بعد وأما فداء، سورة محمد الآية 4. فجعل الله النبي والمؤمنين في أمر الأسارة بالخيار، إن شاءوا قتلوهم وإن شاءوا استعبدوهم وإن شاءوا فادوهم. حدثنا، إذا عندي وقت أكمل، حدثنا بشر قال حدثنا عن ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض تريدون عرض الدنيا الآية. قال: أراد أصحاب نبي الله يوم بدر الفداء ففادوهم 4000، ولعمري ما كان أثخن رسول الله، وكان أول الفداء، وكان أول. وعن عائشة رضي الله عنها إن رسول الله قال في مرضه التي لما قتال قاتله المشركون: لعن الله اللي أعطانا. هاي الكلام أنت قلت عن اللعن، إنه ما يجوز لعن غير يعني أي لعن لا يجوز. طبعا لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء ومساجد، متفق عليه طبعا. وطبعا موجودة إنه ففي يوم من الأيام الرسول كان يبكي، فجاء عمر بن الخطاب قال له: يا رسول الله ما يبكيك؟ قال أنا أبكي لأنه أنا فاديت أهل الأسرى بيوم بدر. طبعا يوم بدر مو كلهم عفى عنهم، في 20 واحد راح أذكر لك يوم 20 واحد اللي أهدر دمهم الرسول. فقال: ليش تبكي؟ قال: بكيت لأنه أنتوا طلع عندكم حق، والله عاتبني أنه ليش أني أبادل الأسرى، لازم أقتلهم أو 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 أستعبدهم. فيعني كلام الآية جتي أيد لكلام عمر، لأن عمر كان يقول له يوم بدر اقتلهم، هو كان ما يقبل محمد يقبلهم، بعدين الله عاتبه في الآية اللي جبت لك إياها من تفسير الطبري أخويا. وأني خلصت، وأحب تسمح لي أبدي بالأسئلة. يعني خلصت في الوقت المحدد بالضبط. أخي المشاكس الآخر بقي عنا هلا 10 دقائق لك و10 دقائق للأخ حكمت، وبعدين ممكن من نقاشات نحط ربع ساعة بينك وبين الأخ حكمت، وبعدين نفتح سكايب الأصدقاء وبتنتهي الموضوع. تمام أخي الشيخ المشاكس. تمام أخي. هلا الله سبحانه وتعالى قال: بسم الله الرحمن الرحيم: وإن اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لم يقل حكمه إلى البخاري، ولم يقل حكمه لابن كثير، ولم يقل حكمه لفلان وعلان، قال حكمه إلى الله. وهذه آية صريحة واضحة بكل بساطة. المشكلة بيني وبين الأخ حكمة أنه درس القرآن ويعرف القرآن وتلا القرآن، لكنه فعل كما فعل غيره من علماء المسلمين الذين يفسرون بهواهم ويقولون على الله ما لا يعلمون، وهذا محرم في دين الإسلام. هواي أنا؟ لا لا، أنت تقول لي يا أخي حكمة، أنت بتقول لي أنه أنا أخذ على هواي. أنا بكل بساطة أخذ من القرآن الذي أخذ من السنة الذي يوافق القرآن، هذا بأمر من الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا اختلفتم في القرآن فقوموا عنه، بكل بساطة. فلماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال: وإن اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. لا نحكم من هوانا. المشكلة أننا اليوم جعلنا كتب غير كتب غير كتاب الله سبحانه وتعالى هو المرجع لنا، فهذا هو الغلط وهذا هو الخطأ بعينه. عندما يقول الله: وإن اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ونحتكم أنا وأنت وغيرنا من علماء المسلمين إلى كتاب بخاري وكتاب مسلم، وتقول لي أنت تنكرهم. أنا لا أنكرهم يا أخي، أنا قلتها بصريح العبارة في أكثر من محاضرة ألقيتها، قلتها: نحن نأخذ من الكتب سواء كان في بحار الأنوار أو في البخاري أو مسلم وغير الكتب، كل الكتب تأخذ منها ما وافق لكتاب الله، وهذا هو الحق. فما يدرينا؟ المشكلة أن اليوم المسلمين اتخذوا منهج العنعنة، فعن عن 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 يضل عن عندك ساعة، وآخر شيء بيطلع حديث بيضرب كتاب الله بعرض الحائط، بس لأنه اتخذوا منهج العنعنة ضلوا عن كتاب الله. والله سبحانه وتعالى قال: وإن اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، آية صريحة واضحة لا تحتاج. المشكلة بيني وبينك أنك تقول لي
ما بعرف نبدا كم شكل. لا يا اخي، المشكله انه انا معتصم بامر، معتصم بكتاب، وانت معتصم بكتاب. الحق ان نعتصم بكتاب واحد فيما اختلفنا فيه. انت تقول لي تاخذ بالاحاديث ما يوافق اهواءك، بكل بساطه انسبها للقران، ولا يوجد عالم على وجه الارض ينكر هذا الكلام. بمجرد انكاره اقول لك، اقول له انت تنكر ايه من ايات الله سبحانه وتعالى؟ قال: وان اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. لا يوجد عالم على وجه الكره الارضيه يعارضني في هذا الكلام. بالنسبه للطوائف، انت تقول لي انك تنكر الشيعة او لا تؤمن بالشيعة، بكل بساطه نحن نكفر، واقولها بكل صراحه. لم اقل هذا. يا ريت تعد لي بس ايش قلت مشان ما اكون قلت عليك شيء ما قلته. ما قلت ايش كان، قلت اذا اعتبرت الشيعه كفره. انا ما قلت عليك. تمام، اذا اعتبرنا الشيعه كفره، بكل بساطه الله عز وجل قال في شان الطوائف من الشيعه والسنه والصوفيه والسلفيه والوهابيه وكل المذاهب والاحزاب وهذه الخرافات الترهات، قال: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فكل من يقول انا شيعي وانا سني وانا صوفي وانا سلفي وانا وهابي وانا اشعري وانا وانا، هذا ليس في دين الله من شيء. محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن شيعيا ولا سنيا، ولا الصحابه كانوا شيعه او سنه، كانوا ربانيين. كونوا ربانيين، حنفاء مسلمين. فهذا الذي يريده الله منا. من منا اليوم بكل بساطة يقر بأننا يجب أن يكون حنفاء مسلمين؟ هل يوجد عالم من علماء الأمة يقر بهذا الكلام؟ وهل أصلا توجد هذه الطائفة؟ كل حزب بما لديهم فرحون. الله سبحانه وتعالى قال: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين. انتبه، لا تكونوا من المشركين. من هم المشركين؟ من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. كل حزب، لاحظ على هذا الوصف أخي حكمة، كل حزب بما لديهم فرحون. الشيعة فرحون بما عندهم، والسنة فرحون بما عندهم، وكل الطوائف فرحون بما عندهم. وهذا باطل مفترى على الله. كل من تفرق في الدين فهو مشرك بنص صريح واضح في القرآن، لا ينكره إلا كافر، كافر بكتاب الله. الله سبحانه وتعالى قال: منيبين إليه واتقوه ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. هذا نداء موجه لمحمد، أي يا محمد، كل الذين تفرقوا من بعدك إلى شيعة وأحزاب وطوائف لست منهم في شيء، ولا يمتون لك بصلة. فكل من تفرق في الدين هذا خارج عن ملة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه خالف أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نأخذ من الدين الجمال فقط. أنت قلت أنا نأخذ من الدين كل ما هو جميل. أخي حكمة، بكل بساطة الدين كله جميل، كله جميل، لكن قلت لك أننا نختلف بسبب أننا لم نحتكم إلى القرآن فقط. فأنت تصر على أنك تذهب لابن كثير والبخاري ونترك القرآن، وتستشهد بكل ما يخالف لكتاب الله. بالنسبة لموضوع الإثخان، أنت قلت أن الله سبحانه وتعالى عاتب لنبي الله صلى الله عليه وسلم حينما قال: ما كان لرسول أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أي يثخن في قتلهم. وهذا كلام باطل. لماذا؟ لأن الآية صريحة وواضحة: ما كان لرسول أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فقط. جيب لي مصدرك منين؟ حكمة حبيبي، خليه يكتبها عندك، خليه. المصدر بكل بساطة، حتى لا تكتبها، المصدر بكل بساطة القرآن. كان قال الله سبحانه وتعالى، سأستشهد لك بأكثر من آية. كان قال الله: لو أن الرسول أثخن في قتلهم، كان قال: ما كان لرسول أن يثخن في قتل الأسرى. بكل بساطة، لأن النبي قتلهم وانتهى الأمر. وحتى أثبت لك أن الأسير في دين الله لا يقتل، الله سبحانه وتعالى قال: ويطعمون الطعام على حب الله مسكينا ويتيما وأسيرا. وفي آية أخرى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. هون في أرض المعركة. هلا ضرب الرقاب، هلا راح تقول لي إنه هاي إرهاب وما إرهاب؟ لا، هاي في أرض المعركة. أكيد المسلمين ما راح يقعدوا متكتفين هيك وراح يستنوا، فما لنا في هاي إلى أن نصل لقوله: حتى إذا أثخنتموهم.
أي غلطت عليهم وقدرت عليهم، فشد الوثاق تمام، انتهت المعركة، حطت رحالها المعركة. بعد هاي المعركة إيش رح نعمل بالأسير؟ قال فإما منن، نطلقه منن، أو فداء، نفاديه بأحد من أسر المسلمين إن كان أحد بأسر المسلمين موجود. فلا يوجد قتل للأسير إذا أسروه المسلمون وصار تحت قبضتهم. بالنسبة لأنت تقول لي أين من ماذا تستدلي إذا تقول أن تنكر ابن كثير والكتب، أرجع وأقول لك أنا لا أنكر أحد، أنا أخذ من الكلام من القرآن، أنا أخذ من الكتب ما وافق كتاب الله. أنا بكل بساطة، بكل بساطة، يوجد لدينا إمام، يوجد لدينا إمام، هذا الإمام هو من الأئمة، الله سبحانه وتعالى قال وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم. فهنا الله سبحانه وتعالى لا يختص بعلم القرآن، لا يختص بعلم القرآن كل إنسان، هناك شروط. الله سبحانه وتعالى قال واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. فحينما العلماء لا يتقون الله، وأن تتقي الله ماذا يكون؟ بأن لا تقول على الله ما لا تعلم. وسأضرب على ذلك مثال، أو سأضرب على ذلك عفوا آية، وهي قوله تعالى حتى أثبت لك أن القول على الله بالظن حرام. الله سبحانه وتعالى قال نسينا الآية، لا حول ولا قوة إلا بالله، هي من خطوات الشيطان. الله سبحانه وتعالى قال على الله كذبا هذا حلال وهذا حرام، لا لا لا، الله سبحانه وتعالى قال عن الآية، هي آية واضحة يعني، لكن سبحان الله، عيد أي آية بدك قل لي يمكن أتذكرها، ولا تقول قل إيه تمام الحمد لله. الله سبحانه وتعالى قال بصريح العبارة، قال قل إنما حرم ربي الفواحش منها، ما قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون حرم. وفي آية أخرى قال بس الآية بعد إذنك أخي جان، لأنها من أوامر الشيطان وخطوات الشيطان. الله سبحانه وتعالى إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فعلماء الأمة والأمة اتبعوا خطوات الشيطان وقالوا على الله ما لا يعلمون، ونسوا أنه محرم في كتاب الله. انتهيت. تمام، شكرا كثير شيخ أحمد. طبعا أخي هلأ رح ناخذ، لا أنا ما جاوبت جان، هو حكى أنا ما جاوبت. طول بالك يا أحمد، والله ما خلصت حكي، طول بالك. أوكي هلأ رح ناخذ 10 دقائق من الأخ حكمت يرد عليك ال10 دقائق بتاعتك، وبعدين ناخذ ربع ساعة مناقشات بينك وبين الأخ حكمت، بعدين نفتح السكايب للأصدقاء. هلأ 8:18، تفضل أخي حكمت 10 دقائق معك. عفوا ما خليتك تكمل. طبعا أنا أعتقد ما راح أحتاج ال10 دقائق لأنه هو عاد نفس الكلام. أنا جبت له من تفسير الطبري، هو ما يريد يعترف به، هذا شيء شأنه يعني صراحة، يعني مثل ما يقول كشأن كل المسلمين. الأخ أحمد يحاول يلف ويدور ويوصلنا إلى حلقة مفرغة ويعيد نفس الكلام، وحتى ما أكتب ملاحظات لأنه جاي يعيد نفسه يعني. طبعا الأخ أحمد يقول أنه يعني ما يصير الناس يتبعون يصيرون شيع وجماعات. طيب جماعة واحدة هي تدخل الجنة، من طبعا تفرقت أمتي تعرفها الحديث 73 فرقة، ولا يدخل منها إلى الجنة إلا فرقة واحدة. من هي هذه الفرقة؟ أريد أعرف منك من هي هذه الفرقة التي تدخل، الذي يتمسك، أعرف راح تكتب، الذي يتمسك بالقرآن والحديث ولكنهم مختلفين فيه، وموجودين مفسرين كثيرين كل واحد يحكي كلام
انت راح جبت لك مثال وزارة التربية والتعليم، لما تخلي القانون الكل يمشون عليه، انت امينة لما الشيوخ يقررون لا ليش حاطين الاجماع متفق عليه، ليش حاطين تفاسير؟ وانت اصلا ذكرت انه ما اعترف بالبخاري وابن كثير، خلطت الاحاديث بالايات. ابن كثير مفسر قرآن والبخاري راوي احاديث، يعني انت خلطتهم بعض يعني. طبعا ردت اعرف منك مني هاي الفرقة اللي راح تدخل الجنة وعلى اي اساس تقيس هذا الشيء؟ فانت ما يصير تحكي شيء وما عندك اي مصدر عليه، هاي اذخان في الارض، ما جبت لي اي مصدر. منين جبت؟ انا جبت لك تفسير الطبري، قريت لك اياه بالتفصيل يعني. طبعا هاي اللي قلتها الايه، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا، طبعا هاي صح. الاسرى في فتره من الفترات يمسكون الاسرى، اذا عندهم اسرى عند العدو يرجعون يفادوهم. واما مقال لك قريت لك هسه تفسير الطبري، ولا اهتميت به انت طبعا، انه قال لك اما تريد تعفي عنه او تقتله او تبادله او تعمله شو اسمه عندك عبد، يعني تستعبده يعني. يعني انت تقول لي ما قتل الاسرى، بنو قريظه منو قتلهم؟ 900 شخص على الاقل، مين قتلهم؟ لما أيد محمد حكم معاذ بن الجبل لما حكم على بنو قريظة الأسرى 900، قال كل واحد أنبت عليه شعر تحت العانة قتل شر قتله، وما رحمهم. علي بن أبي طالب حرق ناس بالخنادق، حتى عاتبه ابن عباس قال أنا لا أعيد الحرق، لأنه الرسول يقول لا تقتلوا بالحرق يعني لا الناس. فأنت تقول لي أنه ما قتلوا الأسرى، يعني أنت إذا كل المسلمين مؤيدين قتل بنو قريظة، أنت ليش أنت الوحيد اللي ترفضه وما عندك أي دلائل؟ أنت تحكي معنا كله من مخك وأنا أجيب من قرآنك. أنا قلت لك قبل المناظرة، قلت لي راح منين أجيب تحكي من عندك؟ قلت لك لا، انا راح اجي لك من احكي لك من تفاسير القران والاحاديث، وفعلا انا جاي اقرا لك مصادر وارقام الصفحات، وانت تتجاهل هذا الشيء كليا وتحكي لي عن محمد احمد اليماني ما اعرف منه اللي انت تتبعه. فيعني اذا تيجي تسوي له دعايه براحتك سوي له دعايه، ولكنه غير معترف به عند الشيوخ، وهو انسان يمكن هسه عايش ما ادري ميت او عايش ما ادري صراحه. بس هو انت تنسى تتناسى التفاسير المهمه والاحاديث المهمه كلها تضربها عرض الحائط، لانه لا يوافق كلام اللي انت تقوله. انا اتي بالمصادر وانت تحكي من عندك، انا اتي بالاحاديث تحكي من عندك، اجيب التفاسير تحكي انت من عندك. وبعدين ذكرت تفسير حتى يدخلوا في الارض، انا جبت لك تفسير طبري بوضوح، انت حكيت لي شيء وما جبت اي مصدر لكلامك، جيب لي من اي تفسير، حتى لو تفسير اللي قاعدين على الهاوي يكتبوا احاديث او شيء، جيب لي اياهم حتى اعرف مين اللي حكى الشيء اللي انت تقوله. هل انه التفسير من عندك انت لو من محمد احمد اليماني، ولا من مين هذا التفسير؟ اجيب لك التفسير ابن كثير اذا تحب، اجيب لك القرطبي، الطبري، اجيب لك ابن عباس، منين ما تريد اجيب لك، يعني اجيب لك النووي، وين ما يعجبك اجيب لك احاديث، اجيب لك كل شيء اللي تريده عن هذا الموضوع. لكن انت مع الاسف تحكي معنا بالكلام شو اسمه هذا الشيء، صدقني مو من صالح المسلمين. يعني انصحك انه تاتي بالمصادر، لانه اذا ما تجيب بالمصادر ما راح ينفع هذا الكلام. احنا اصلا ما نعترف لا باليهوديه ولا بالمسيحيه ولا بالاسلام، ولكن مثل ما يقول من فمك ودينك. انا ما اجيب شيء من عندي نهائيا، ما اجيب غير من كتبك، يعني كتب اللي انت تؤمن بها. بعدين قل لي ما يوافق الكتاب والحديث لازم يوافق القران، لكن توجد احاديث كثيره ما لها علاقه بالقران، وحصلت فعليا. مثلا
انت تقول لي الله اما منا او ما واما فداء، ولكنهم قتلوا محمد في وقت قتل الأسرى. انت شلون تنكر هذا الشيء؟ وهذا الشيء معروف بكل عند العلماء، كلهم يعترفوا انه محمد قتل الأسرى ليس مره وليس مرتين. وجبت لك المصادر، انت مع الاسف ما تعترف بالمصادر، ما اعرف ليش صراحه. اخ اني حتى لو باقي لي وقت اني استغني عنه، لانه ما اريد اعيد نفسي صراحه. اريد يعني اتمنى انه طيب. نبدا بالاسئله. شكرا لك حكمت. على كل نحن يعني المناظره كمناظره انتهت، راح نفتح ربع ساعه نقاش بينك وبين الاخ احمد، وبعدين نفتح السكايب للاصدقاء والمناقشه. تفضل تفضل. اذا يسمح لي الاخ احمد ابدا بالاسئله. تفضل. اوكي، عندي لك سؤال. طبعا بعض الملاحظات اللي لاحظتها على الكلام اللي انت قلته عن انت قلت هل لعن رسول الله المخالفين له؟ انت قلت طبعا لا. طبعا من كتاب مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح، وعن عائشة ان رسول الله قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. متفق عليه. والقرآن طبعا مليء بشتم الكافرين والمخالفين. اتمنى لو تقرون القرآن. طبعا انت تكلمت عن بكاء الرسول لمرور جنازة يهودي، وقال: فلتت مني نفس إلى النار. أنا جبت لك طبعا أصل الحديث، يعني حتى أنت لما تحكي هذا الكلام تذكر لنا المصدر مالك. طبعا الحديث هو للبخاري، يقول: وفي البخاري أيضا من حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: كان سهل بن حنيف و و و فمروا عليهما بجنازة فقاما، فقيل لهما إنها من أهل الأرض، أي من أهل الذمة. فقال: إن النبي مرت به جنازة فقام، فقال لها: إنها جنازة يهودي. فقال: أليست نفسا؟ هذا نص الحديث، لا فيها فلتت مني من النار ولا أي شيء، ولا بكى أصلا. يعني التكفير طبعا أنا حكيت عنها، أنه ابن تيمية أنت تقول ما يجوز واحد يكفر الطوائف الأخرى، لكن ابن تيمية يكفر الروافض بوضوح، حتى يكفر الناس اللي يقولون أشياء يعني إذا بي اختلاف عن القرآن الموجود. يعني القتل على أدفى شيء. وأحد المرات شفت الفيديو لمحمد متولي الشعراوي، قال اللي تارك الصلاة يستتاب إذا كان عمدا يقتل مباشرة، وإذا كان يعني كسلا يستتاب 3 أيام بعده يقتل. أنت كل الأشياء ما تقولها، يعني أنت تعترف بمحمد أحمد اليماني، ولكن محمد متولي الشعراوي الكل يعترفون به ولا يتكلم من هواه. طبعا انت قلت ما في حكمات يعني مشان ما ندخل بتشعبات، السؤال بسؤال يعني، ما هو انه أوكي أوكي, اوكي 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 انا راح اسال سؤال. يعني هل اسال مباشره، هل بفتح مكه الرسول امر بقتل احد ام لا؟ جاوبني. طبعا لا. اوكي، لا. هذا جوابك؟ عندك لا. مصادر؟ قلت هل أمر بقتل أحد بسبب إيش؟ هيك؟ يعني من لا شيء يقتلوهم؟ يعني بس دخلنا مكة خلاص نبلش تذبيح بالناس؟ إحنا بنقاش، قل لي أمر بقتل أحد أو لا لما فتح مكة؟ قال: لا تقطعوا شجرا،
ولا تقتلوا اوكي، هاي طفلا كمان ولا. اقول لك يا مال، لا تقطعوا شجرة اجي عليها كمان، ما تمام ناسيها. بالضبط. اوكي راح انا اجيب لك. يا شباب هاي لا تقطع شرف بتاعت فيلم الرسالة. يا تمام تمام ما يخالف ما يخالف، انا راح اجيب له المصدر طبعا. طبعا راح اذكر لك الاشخاص المهدري الدم الذي امر الرسول بقتلهم. من موقع الميزان قالوا ان رسول الله اهدر دم عدد من الاشخاص لامور صدرت منهم، قد يصل عددهم الى 20 بين رجل وامراه، وقد امر النبي بقتلهم ولو كانوا متعلقين باستار الكعبه. هذا احد وجدي غنيم خابصنا بها يوميا يقول هاي. طبعا الكلام هذا مو من وجدي غنيم، من كتب الاسلام. الاسماء العشره: عبد العزى بن خطل، عبد الله او بين قوسين عبد الله بن خطل، عبد الله بن سعد بن ابي سرح. طبعا القسم انقتلوا، قسم فلتوا، وقسم اسلموا وعفى عنهم محمد عن مضض، وبعضهم قتلوا. عكرمه ابن ابي جهل، حويرث بن نقيدر، مقيس بن صبابه، هبار بن الاسود، الحويرث بن طلاطل الخزاعي، كعب بن زهير، وحشي بن حرب، سارة مولاة عمرو بن هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف، هند بنت عتبة، هاي أعتقد زوجة معاوية يعني، بعدين أسلمت وعفى عنها، أرنب مولاة ابن خطل، برتنا قينة لأبي خطل، قريبة قينة أخرى لابن خطل. هلا ما أنا بالأحاديث أخ صفوان أخ بن أمية، حكمت. الحارث بن هشام، خلي أكمل له، زهير بن أمية أخو أم مسلمة زوج الرسول، عبد الله بن ربيعة، زهير بن أبي سلمى، وذكر أيضا أسماء الرباب وخولة، ويحتمل أن تكون بعض هذه المذكورات أسماء وبعضها ألقاب، والتحقيق بذلك موجود يعني. تمام يعني موجود أسماء آخرين ما أريد أدخل. تمام خليني بس أرد، خلينا نسمع الشيخ أحمد، خلينا نسمع. أوكي. هلا بالنسبة لموضوع القتل اللي قلت أنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهم، طيب أنا راح اجي معك شوي واسيرك شوي. هلا بما انك انت جبت مصادر وحتى وصلت، لانه وصلت لاسماء الناس اللي قتلهم رسول الله، طب انا بس بدي تذكر لي ايش الذنب. تمام تمام انا بدي بس بما انك انت ذكرت اسماء ويعني المصدر موثوق وصحيح، طب انا بس بدي منك تذكر لي ايش الذنب يعني فيما قتلوا. راح اذكر لك بعض الذنب. هلا هل لانهم كافرين فقط ام لذنب معين؟ اذكر لي ما هو السبب. اوكي انا راح اذكر لك السبب. نعم طبعا ما اعرف انت سامع عن ام قرفه ولا لا. ام قرفه كانت تهجو الرسول وعمرها في 85 سنه، فقالوا يا رسول الله انه اذن لنا بقتلها، فامر بقتلها لانه فقط تهجو، يعني تقول عنه كلاما سيئا، فقتلوها شر قتلى، ربطوا رجليها بالحبال برجل يمين رجل يسار، وأطلقوا الجمال مثل ما يقول اتجاهات مختلفة وشقوها نصفين. هاي واحدة. عندك مثلا كعب بن الأشرف لأنه كان يهجو الرسول وكان من خيرة جملاء بني قريش، فأمر بقتله وقالوا يا رسول الله إذن لنا بالكذب، قال أذنت لكم، وراحوا عليه وحكوا معه يعني سووا حيلة معه. زوجته قالت له لا تخرج لأنه ممكن أنه أنا شام ريحة غدر. قالت لا دول أصدقائي كيف يقتلون يعني. فراحوا أخذوه برا المكان اللي ساكن فيه الخيمة أو البيت لا أتذكر، المهم قالوا له عندك ريحة جميلة، وكان إنسان طويل، دنش حتى نشم ريحتك لأنك بعيد عنا يعني. فأخفض رأسه وضربوه بالسيف شر الضربة. وعندك مثلا واحدة كانت يهودية تهجر الرسول، وكان زوجها يقال إنه زوجته لأنه بالإسلام مسموح الزوج كتابية، ويقال إنه الأمة مالته، فهو كان أعمى، قال يا رسول الله عندي منها طفلتين مثل اللؤلؤ وهي رفيقة بي ولكنها تهجوك وأنهرتها فلم تنتهر، قال يعني اسمح لي أقتلها. فراح ويقال إنه استأذن الرسول وراح قتلها، وفي رواية أخرى قتلها وأتى إليه.
اضحك براحتك، اضحك على كتبك الإسلامية مو علينا. والله للأسف للأسف. أوكي أوكي، فأجيب لك المصدر إذا تحب. فراح عليها، هي كانت ماسكة الطفل ترضعه، نزل الطفل وضربه يقال بسيف أو خنجر، وإجا إلى رسول الله قال نلت منها يا رسول الله، قال أهدر دمها، ويعني بارك له على العمل اللي سواه. أنت طلبت مني أمثال، جبت لك أمثال يعني، وفي من طبعا. هذا كثير يعني كثير قوي. تمام، تعقيب صغير بس على هذا. كتلهم عمر، كتلهم علي، لقاهم بالطريق فقط لأنهم يهجون رسول الله. تمام، تعقيب على هذا الموضوع. هلا هذا بما أنك أنت مصر على أني أنا أستشهد بالأحاديث أو المصادر، فبكل بساطة الكلام اللي حكيته أنت هذا كله ملفق وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هلا آخر شيء أنا سمعت كلمة منك، وهي أنه هذا الشخص اللي جاء عند النبي عليه الصلاة والسلام قال له عندي بنت حلوة كتير بس بقى ما يعني بتهجيك وبتحكي عليك كلام. إيه تمام، اتنتين بس بقى يعني هن اسمح لي أصلا يعني أي يعني أي ما هي شو هاي الفطرة اللي عندك تجي بس مشان اسمح لي أصلا يعني بدك الإذن. أنا ما جبته من عندي، أنا جايبه. حلو حلو، أنا لا لا أنا ماني معترض عليك أبدا، أنا معترض على الحديث، أنا معترض على الحديث. تمام، تعترض على كنت تعترض على القرآن أنت. أنا مالي معترض على القرآن، بس في شغلة. هلا أنت مش واعي بتقول لي إنه أنت ما بتعترف بالبخاري. ما أنا برجع بقول لك إياها، وقلت صار للمرة المليون في غير أماكن وفي غير جلسات، نحن نأخذ من كتاب البخاري وغيره ما وافق كتاب الله. أما أنك وتأتيني بكلام يخالف العقل والمنطق، طيب يعني النبي عليه الصلاة والسلام قتل هذول الناس اللي كانوا يهجوه، ومن ثم دخل إلى مكة، وبالحديث الثاني قال مين اللي اعترض على البخاري ومسلم. هلا انت عم تقول لي انه انت ما بتعترف بالبخاري ومسلم. طيب قول لي مين اللي اعترض على البخاري ومسلم لانه ما وافق كتاب الله، جيب لي امثله بالكلام. هلا بالكلام اللي انت عم تحكيه، بالكلام اللي انت عم تحكيه على انا ما تقول الكلام اللي انا قلته مو صحيح. طيب انت جيب لي المصدر تبعك انه اعترضوا على البخاري في كلام قالوا او مسلم او تفسير ابن كثير مثلا. تمام، هلا بالنسبه لهذا الكلام اللي انت عم تقول عليه، انا برجع بقول لك لو الامه كلياتها اجمعت على انه هذا الكلام صحيح وهذا الكلام كان يخالف كتاب الله، وانا اتبعت الامه وعلماء الامه خالفت كتاب الله، صدق أنا في النار مثل ما أهل الأمة في النار، لأنهم أساسا خالفوا كتاب الله. برجع بقول لك كل ما جاء في البخاري وغيره من الكتب يوافق القرآن فهو حق، يخالف القرآن فهو باطل من عند الشيطان. أي منهم خالف؟ هل أنت لما حكيت على موضوع النبي لما قتل صلى الله عليه وسلم قتل الناس اللي هجوه، أي وين هاي وين موجودة بالقرآن يعني؟ ما هلا هاي بأي حق هاي ما لا تاهلا ايش في بشيء بالقران اسمه نص الجريمه والعقوبه، هذول ايش ارتقوا ايش ارتكبوا جريمه حتى يعاقبوا عليه؟ هجوه. تمام 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 تمام، هاي الجريمه تبعيتهم ما لا نص في القران يحاكم عليها او يعاقب عليها في القتل. وبعد ما قال الكلام لا تقول لي ليش قتل. لا 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 لا، انا لا اقول للرسول، انا اقول للسفهاء الذين افتروا على الرسول من المسلمين وغيرهم. هذا الكلام البخاري، اذا البخاري السفيه. مرحبا بخاري، كل ما يخالف محكم القران اقولها علنا، مو من هلا شيخي من سنتين. احمد طول بالك يا زلمه، هلا بيقيموا عليك السفيه ما سفيه. بس كلمة يا جماعة بس خليني أحكي كلمة، الله يوفقكم. أنا حكيت وبرجع بحكي، قلت لكم كل ما يوافق كتاب الله سواء كان في كل الكتب، أنا ما عندي مشكلة مع الكتب، كل ما يوافق كتاب الله وهي الكلام واضح يعني ما في داعي يعني نرجع نحكيه مرة تانية، فهو من عند الله سبحانه وتعالى. فهذا الكلام حق ومنطق وواقع. إذا بدنا نجي ناخذ من حديث فلان ومن حديث علان، ليش تأنه عبارة عن أمة؟ طب هن أئمة لكن هن ليسوا معصومين من الخطأ، شو بيدريني أنا حديث هذا صح وحديث هذا صح؟ أنت الناس اللي عم تقول إنه النبي عليه الصلاة والسلام قتلهم، طب كمان النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، العادة هي ما ذكرتها. هذا بالتلفزيون شفناه صح؟ بالفيلم أنا شفته. طيب تمام، هذا الشيء كمان أنت فينا نشوفه بالتلفزيون كمان؟ يعني هذا على صار التلفزيون
صار التلفزيون هو المرجع. انا هلا بسبيل الدعاء اسمح لي يعني. بس تمام اسمح لي انا بس بتعليق صغير، واللي هو انه خلافي انا وانت هو خلافنا مع جميع العلماء، انه علماء اليوم جعلوا من كتاب الله عرف، واخذوا في كتاب بخاري وغيره وغيره، والكل يعلم وباجماع الامه ان في كتب البخاري كثير من الاحاديث التي تخالف كتاب الله، فكيف انا اخذ بها؟ طيب بلكي تجاوبني على انت قلت امر الرسول لا تقطع شجرة صح؟ نعم. اجيب لك يعني الرسول كيف حرق ولا لا. حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن موسى بن عقبة بن عن نافع عن ابن عمر قال حرق النبي نخل بنو النضير لما هجم عليهم حرق لهم كل النخيل اللي عندهم. تعترف بها وما تعترف براحتك. طيب احب اكلمك على تحكي لي عن جهاد الدفع وجهاد الطلب شنو معناته. جهاد الدفع وجهاد الطلب، هات تفضل فهمني انت شو فهمان عن جهاد الدفع وجهاد الطلب. انت احكي لي انت 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 المسلم وانا اكس مسلم، انت احكي لي. تمام، هلا اول شيء راح نحكي عن الجهاد واول اسس الجهاد. لما رب العالمين امر النبي عليه الصلاه والسلام بان يجاهد يبدا بالجهاد، ماذا كان بدايه الجهاد عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كانت بالسيف؟ طبعا لا. لهذا السبب انا وانت وعلماء الامه نختلف في هذا الموضوع. ليش؟ لان رب العالمين قال فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كان النبي مأمور بجهاد القرآن، أن يجاهد الناس بآيات الله، بأن يدعوهم إلى الإسلام، بأن يدعوهم لأن يعترف. خلينا كمل معلش. إحنا عندنا نقاش، يعني اسمح لي أقاطعك، أنا ما جاوبتني، قل لي شنو جهاد الدفع وشنو جهاد الطلب؟ احكي لي عنها اللي تعرفه. ما هذا المصطلح ما مر علي، تفضل، ما بعرف عنه صراحة. مر عليك نهائيا؟ لا 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 لا. اوكي انا راح اقول لك شنو يعني جهاد الطلب. نعم. وجهاد الدفع. تفضل. طبعا جهاد الدفع انه تدفع الصائل، يعني تدفع اللي يهجم عليك، تدافع عن نفسك اذا واحد هجم عليك في معركه معينه. اما جهاد الطلب هو جهاد الدفع معروف، يعني قلناها، يقول لك وهو ان تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبل. طبعا هذا الكلام من ابن كثير. وأن تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتهم إلى الإسلام وقتالهم إذا لم يقبل الخضوع لحكم الإسلام، حكمه حكم هذا النوع فرض على مجموع المسلمين. الدليل من القرآن، أجيب لك دليل من القرآن اللي أنت تؤمن به. قول الله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، اوكي، واخذروهم وخذوهم واحصروهم. انت لو متابع ايات ارهابيه كنت راح تعرف، انا جبت كثير ايات كيف تبادئ العدو بالقتال. واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فان تابوا هاي الشرط، فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. اوكي، هاي من سوره التوبه الايه 5. وقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين، أي التوبة 36. وقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، يعني جاي يدعوهم للقتال، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، توبة 41. طبعا إلى الكثير وموجود في الكتب من السنة إذا تحب أقرأ لك. حكمة يعني دخلنا نحن على الدقيقة 18 في المناقشة وكان مفروض 15 دقيقة يعني. يعني إذا تسمح لنا بس نكمل هاي وبعدين إذا في أسئلة أو اتصالات بس ما طول دقيقتين ثلاثة. اللي يقول لك قول وقول النبي أغزوا باسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقطعوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاثة خصال، أوكي، أو خلال. نعم. فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، يعني إذا قبلوا كف عنهم وإذا ما قبلوا
ثم ادعهم الى الاسلام، فان اجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم الى التحول من دارهم الى دار المهاجرين، واخبرهم انهم ان فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فان ابوا او ان يتحولوا منها فاخبرهم انهم يكونون كاعراب المسلمين، يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمه والفيء شيء الا ان يجاهدوا مع المسلمين، فان هم ابوا فسلهم الجزيه، فإن هم أجابوك فاقبل منهم. طبعا أنت أهملتها إنه حتى يدفع الجزية عن يدهم وهم صاغرون، أنت دا تبادئ العدو يعني، وكف عنهم إنهم أبوا فاستعن بالله وقاتلهم، رواه مسلم. يعني طبعا أكو غير، لأنه مع الأسف الوقت ما جاي يسعفني إنه أذكر لك كل شيء، ولكن الآيات يدعو إلى القتل موجودة، قاتل الذين لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر، آية تعرفها من سورة الآية 25 من سورة التوبة، أنت حافظها زين يعني، يعني أنت تروح تبدأ القتال معهم حتى يعطوا الجزية عن يدهم وهم صاغرون، يعني أنت تروح يقول لك أمرك تقاتلهم اللي ما يؤمنون بالله وما يقيمون الصلاة ما يؤتون الزكاة، هذا يسموه جهاد الطلب أخويا. إذا أنت ما عندك معلومة عنها أعطيك معلومة عنها، العلماء كلهم اعترفوا بها، فإذا أنت عندك مصادر ما موجود جهاد الطلب قلني. زدنا عن الوقت يعني، بس بدي داية واحدة أنا جون. تفضل تفضل أحمد تفضل. هلا بالنسبه للشيء اللي حكيته، هلا بغض النظر عن المصطلح اللي انت ذكرته، جهاد الدفع وجهاد الطلب، واذا ما كان مر علي فمو هون المشكله. المشكله انه انت تقول بهاي الايه، انا بقدر بقول لك لما النبي عليه الصلاه والسلام بده يقاتل حدا من غير المسلمين لا يقاتله الا بسبب انه امتنع عن الجزيه التي هي حق الله للفقير على الغني. على أي أساس؟ على أي أساس يعني؟ الله عز وجل قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، تمام؟ الذين يقاتلونكم. أنا جبت لك هاي الآية، أنت أهملتها ورحت على الآية اللي آيات المنسوخة طبعا. لك بس ما معلش، هلا انا بس عم بقول لك شغله، اليوم عندك هاي ايه صريحه وواضحه يا اخ حكمت، الله عز وجل عم بيقول لك هاي مو صريحه اللي قلتها انا. تمام، بس لحظه في عندك هون شغلة أنا لسه ما كملت الآية. الله عز وجل بيقول لك وقاتلوا الذين وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. أوضح من هيك؟ طيب أوكي، أنا موافقك عليها. أوكي قل لي أنت على الآية اللي أنا قلتها شو رأيك فيها؟ اذكر لي إياها معلش، حتى يعطوا الجزية عن قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا المهم الأخير مالها تقول من أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني الآية أعتقد تمام. واضحة تمام واضحة، يعني عبي أمر النبي قاتل الناس اللي امتنعت عن دفع الجزية اللي هي حق الله المعلوم للفقير يا أخ حكمة. مين قال هذا حق الله المعلوم؟ مين يقرر هذا الشيء؟ أصدقائي حكمة وأحمد شكرا لكم. معنا اتصال من الاخ جانو. اخي جانو تفضل. تحياتي حبيبي جانو لك ولضيوفك. يا ريت علي صوتك جانو. بالاخص ابا الحكم طبعا. علي صوتك يا اخي، علي الضحكايه، علي. في صوت؟ علي صوتك اكثر مشان نسمعك. اكثر من هيك؟ ايه اكثر من هيك اكثر. يا ريت تكون يا جانو حبيبي، يا ريت بس تحط سؤال واحد، لانه بصراحه في اصدقاء اخرين في عندهم اسئله كمان. في كثير نقاط لازم. لا 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 لا، في غيرك يا جانو. اولا قال انه ياخذ من السنه التي اتى بها من القران، يعني السنه اللي اتى بها من القران، انت ليش لابس هذا اللباس الاوروبي؟ لازم تلبس لباس الداعشي. هذا اولا. ثانيا انه تخلع المناظر وتكبها مشان هي بدعه، وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اما بالنسبه لكل شيء في القران الجميل، يعني كيف تقول هذا الشيء؟ يعني
كل هذا الشيء لشخص ما كان مسلم. يعني تقول لي واحد بوذي أو تقول لي واحد أوروبي، ما تقول لي واحد إنه خرج من الإسلام وعارف الآيات الموجودة، آيات القتل والإرهاب والنهب. ثالث شيء إنه أنت ترضى إنه أنت تنكح خالتك، طبعا أعرف كثير في هذا الشيء، بس بتسميها نبي الإسلام سواها، بدك اسم خولة بنت الحكيم، روح اطرب. ثالثا جانو اظن بس اخلي الاخ احمد يذكر ثلاث نقاط. صدقني عندي اصدقاء كثير عم ناطرين. اخر شيء قال انه يفترون عن النبي، لا هذا كلام غير صحيح. جانو لما عم بسمع على كل الناس، على المسلمين وغير المسلمين. طيب اشكرك جانو كثير. السيره النبويه بعدين تعال احكي. تمام يسلموا كثير جانو، يسلموا حبيبي. على كل حال الاخ انت سمعت الاسئله احمد؟ يا ريت عد لي اياهم لانه ما سمعت، كان الصوت كثير مشوش. انت سمعت الاسئله حكمت؟ هو بصراحه يعني انا بقدر اطرح سؤال واحد من اسئلته عليك. نعم طبعا في اصدقاء كثير وفي اسئله كثير، بصراحه انا بدي اطرح سؤال واحد. قال كيف لنبي ان يجامع خالته وهي أم علي بن أبي طالب؟ فهل السؤال هذا أنا بتمنى تجاوبه. على كل حتى أخذ اتصال من الأخ روي. لا جان عفوا، هو قصد خولة بنت الحكيم، هذه خالته غير أم زوجة نقول أبو طالب، يعني مرت عمه، هاي ابن مرت عمه تكون هاي اللي ضاجعها بالقبر. ولكن شو اسمه ذكر نكح خالته خولة بنت الحكيم، هذا كلام خرافي. يعني ما بحسب بلغ غير هذا الكلام خرافي. يعني انت عم تجي بتحاججني للأسف، ما عندي شيء اقول لك يا غير انه هذا الكلام خرافي وباطل وزور وبهتان، بس اكثر من هيك ما بقدر اقول لك. خلينا ناخذ اتصال من الاخ روي. انا بتمنى الاخ روي. اخي روي تفضل. روي لسه روي مات. معك انا شو روي؟ تفضل روي اسمعك، يا ريت علي صوتك. اظن ما عم يسمعنا الاخ روي. معك شان. تفضل عم نسمعك. ما بعرف قديش معي وقت، بس عندي نقطتين ثلاثه بدي احكي فيهم. هو يا ريت تخفف من النقاط هيك وتركزها بنقطه نقطتين بكفي، يعني لانه في اصدقاء اخرين بصراحه مستنين على الخط. يعني أوكي. تفضل. على السريع، اول شيء بالنسبه للمناظره، انا يعني حسيت انه شوي المناظره اليوم كانت يعني الأخ أحمد يمثل 1% من المسلمين الموجودين اليوم في العالم، اللي هن عم يحاولوا يصوروا يجملوا صورة الإسلام قدر الإمكان، وذلك بغربلة كتب صحيح البخاري، صحيح مسلم وبخاري، مع أنه الأمة اجتمعت على أنه أصح كتاب بعد كتاب الله. يعني هذا بإجماع 99% من المسلمين، يعني أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وعلي بن مدينة من أكبر علماء قرروا انه صحيح البخاري هو من اصح الكتب بعد القران، بعد القران الا اربعه احاديث. هذه اول نقطه. النقطه الثانيه، هو عم يتهرب من الحديث، عم يتهرب، يعني عم يرفض الاحاديث، عم يرفض السنه. ذكر اذا بترجع جوا الحلقه يعني بتشوف حتى النبي نفسه اخطا. يعني فانت اليوم عم تتكلم بهذا الكلام يا اخ احمد، يعني انت عم تقول انه النبي نفسه اخطا والصحابه كانوا ربانيين. يعني لو كان بالفعل الصحابة كانوا ربانيين مثل ما عم تقول، وكانوا بالفعل أشخاص بتهمهم الرسالة، كانت ما صارت في عندك معركة صفين أو معركة الجمل اللي راح فيهم بالمجمل راح فيهم حوالي 90,000 قتيل. مع أنه يعني ساسة هذه المعركة وأصحاب هذه المعركة
كانوا معاوية بن أبي سفيان وعلي بن أبي طالب أشخاص عاصروا الرسول وكانوا من الصحابة ومن الصحابة الثقات. يعني هي ثاني نقطة. النقطة الثالثة والأخيرة اللي بدي أحكي فيها، يعني أنت عم تقول اليوم إنه أنا بدي ما بأخذ من الأحاديث غير الأحاديث اللي تدعم بالقرآن الكريم. أنا حاجي معاك يا أخي، أنت ما بدك تأخذ إيه الأحاديث، بس أنا حقول لك يا أخ أحمد، أنت شخص واحد من، أنت تعتبر 1% من الشيوخ اللي طالعين جديد عم يحاولوا يجملوا صورة الإسلام. وإذا كان كلامك صحيح، إذا صحيح البخاري وصحيح مسلم فيهم أخطاء، معناتها الكتاب بالمجمل خطأ، معناتها يتهم الإسلام وشيوخ المسلمين بالمجمل بالضحك على الأمة العربية ل 1500 سنة. معناتها أنتم 1500 سنة عم تضحكوا علينا، وهذا الكتب اللي شفتونا إياها وعلمتونا إياها وشربت عقول الشراب فيها 1500 سنة كانت من الكذب. فكيف نجي نقبل كلامك هلا أنت اللي عم تفسر القرآن بطريقة أنت بتناسبك، أنت بالذات بتناسبك، ويتعارض فيها شيوخ السنة والشيعة بالمجمل معك؟ في كثير نقاط فيها لكن للأسف ما في وقت. طب أنا بشكرك روي، يا ريت خليني أجاوب جان بعد إذنك. شكرا روي، شكرا لك، تفضل لحمد. شكرا حبيبي، شكرا لك، شكرا لك. هلا بالنسبة للأخ روي عبير، إنه أنا قلت إنه النبي أخطأ، وبرجع بقول النبي عليه الصلاة والسلام قال كل ابن آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. بس هذا مو بيعني إنه الصحابة معصومين من الخطأ. يعني هلا روي ساق الحديث على إنه النبي أخطأ لكن الصحابة ربانيين. لا يا أخي، الله سبحانه وتعالى طلب أمرنا أن نكون ربانيين. الربانيين ماذا يعني؟ الربانيين الذين يأتمرون بأمر الله وبأمر رسول الله، هذا هو، هؤلاء هم الربانيين الذين لم يتفرقوا في الدين. ويقول أنني أمثل 1% من المسلمين المسلمين، وهذا للأسف يعني نعترف بها وبكل حزن، وبأنه لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. ويعني جاء الإلحاد في هذه الفترة وظهرت انتشرت ظاهرة الإلحاد في الوقت المستقطع ما بين أن يعود للإسلام عزه الذي سوف يعود إن شاء الله. والأخ حكمت عم يضحك، أنا بس برجع بقول لك أخ حكمت في شغلة، أنت والأخ روي والأخ جان وكل الملحدين، أنا بس بطلب منكم طلب أنه بس ترجعوا تنظروا للإسلام من منظور، أنا يعني لو تسمحوا لي بهالكلمة أنا رح أدلكم بس على منظور، ومن هذا المنظور إذا حدا بيقدر يناقضني من خلال القرآن والكلام اللي راح أقولكم عليه والطريق اللي راح أقولكم عليه، خذوا من هذا الإسلام، وإذا بتشوفوا خطأ فيه أنا بتحمل كل العواقب وسأكون معكم. إذا بتشوفوا في هذا المنظور أو في هذا السبيل خطأ أنا راح أبيدكم. ليش؟ لأنه قلت لك جار، خليني بس أكمل بعد إذنك، الله يخليك، دقيقتين بس. بس دقيقة واحدة يا أحمد، في معنى الأخ عمر، أخي عمر بس دقيقتين حتى يخلص الأخ أحمد وبعطيك المجال تحكي، تفضل. فهلأ اليوم نحن عم ناخد، قلت لك من البخاري وغيره وغيره وغيره، لا ننكر أحدا من الأئمة الذين كتبوا الأحاديث، وقلت لك بأن هذا الكلام وكتابة الأحاديث أساسا يخالف ما أمر به الله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال لا تكتبوا عني غير القرآن. وقلنا أن السنة هي تفعل بالحياة العملية، يعني ليست دروس تدرس، إنما هي حياة منهجية عملية. تمام، كتبت الأحاديث، لا ضير. ما هو الأساس؟ ما هو المرجع؟ كتاب الله. كل ما جاءنا في كتاب من الأحاديث يوافق كتاب الله على العين والرأس، هذا هو حق، حديث حق قاله محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما جاء يخالف كتاب الله وهي بمئات الآلاف فهو باطل، هذا أمر لا نختلف عليه. فاليوم الروي عبي الحديث كذبوه، هذا الحديث اللي تقول عنه كذبوه، اللي لا تكتبوا عني غير القرآن، وأجيب تحب أجيب لك المصدر يعني. تمام هلأ كذبوه صدقوه، أنا بهم القرآن، النبي عليه الله سبحانه وتعالى، إذا هن كذبوا الله سبحانه وتعالى صدقه في الآية التي تقول أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. كل ما جاء على أي سؤال سألناه يعني ما أعرف. طب بس هلا بس ثواني هلا اتصال من الأخ عمر،
الاخ عمر بس وراح حبيت بس انا بس كان في عندي شغله صغيره بس الا واني ما عندي مجال احكي يعني خمس ثواني بس اعطيك المجال اخويا حكمه اكيد هلا المجال راح اعطيك اياه بس اخذ مداخله الاخ عمر وراح اعطيك لك المجال تحكي تفضل اخي عمر بس علو تعلي صوتك الو السلام عليكم اهلا وسهلا اهلا وسهلا تفضل بحييك وبحيي ضيوفك الكرام تسلم يا طيب تفضل اولا اخ احمد في اخطاء كثيره صارت بالنسبه طبعاً, طبعا طبعا الاخ عمر مسلم ويعني بيتكلم من طرف اسلامي تفضل اخي عمر ثانيا في سؤال للاخ حكمت تفضل بس سؤال اخي اعطيني دليل واحد انك انت موجود من دون خالق وانا كمسلم هلا اعلن الحادي على التليفون وانا عندي ملايين الادله بالكتاب والسنه الشريفه انه لا اخطا بين الكتاب والسنه لا تناقض بين الكتاب والسنه الصحيحه صحيح احسنت وانا بعطيك الصحيحه هي صحيحه ما انت ما تقول لنا هي صحيحه الصحيحة التي توافق كتاب الله يا شباب يا شباب بس دقيقة عمار عمار يا عمار عمار دقيقة واحدة يا شباب أرجوكم بس اعملوا ميوت لأنه في أصوات عم تطلع وعم بيصير غشوشة على قولة عادل الإمام في حاجة بتغش يعني تفضل عمار تفضل عمار بتمنى من الأستاذ حكمة تجاوبني على هالسؤال بس أكيد أخذت السؤال أخذت دليل عقلي واحد أنه موجود من دون خالق تمام اولا لنتفق على نقطه معينه استاذ اولا من هو الله كيف بدنا نعرف الله سبحانه وتعالى من بعدين نشوف هل هناك اخطاء في الكتاب هل هناك اخطاء في السنه نحن عم نهرب من الجوهر الاساسي من هو الخالق اذا اعترفنا انه الخالق هو الله وتعلمنا اسماءه الحسنى حنعرف ساعة أن الله هو الرحمن الرحيم هو العدل لا يظلم لا يأمر بالقتل لا يأمر بالظلم هذا هو الله طيب أنا أشكرك هل نؤمن بالله؟ نعم إذا خلصت مداخلتك نعم بس بحب نوع على موضوع المناظرة قريبا إن شاء الله تمام أنا راح أتفق معك على موعد و اليوم بتصل فيك وبس انا بدي اجرب البرنامج الهانج اوت عندك لانه ضروري لانه شايف بقى تسجيلنا كله على الهانج اوت ضروري احكي معك على الهانج اوت عشان نتفق على المناظره اشكرك اخي عمر وانا احيل انا بتمنى يجاوبني بس استاذ اكيد اكيد انا احيل سؤالك للاخ حكمت شكرا لك عمر طيب اخي حكمت دليل واحد أنك موجود دون خالق تفضل طبعا هو السؤال العكس يعني السؤال الصحيح كيف تثبت وجود الله راح أجيب له اللي العلم يقول أنا ما أقول شيء من عندي طبعا كيفية تكوين الكون كله أصلا هي نظرية البيج بين أحكي بصورة عامة يعني أنه صار البيج بن وانتشرت وبقت الأرض 5 ملايين سنة قطعة نار تحترق وبعدين أول خلية عضوية يعني ظهرت في الأرض وبعد النباتات وكذلك إلى أن تطورت وكانت موجودة الديناصورات طبعا لم تذكر في القرآن الديناصورات لأن مين يعرف عن الشيء أنا ما أقدر أجيب لك إنه هو خالقني أو غير خالقني أنت ما عندك دليل إنه هو الخالق لازم يظهر هذا الإله بوضوح للكل للمسلم لليهودي للمسيحي اللي يقتلون بعض باسمه هو كل واحد يدعي إنه هو من جاي من هذا الإله خلي يظهر بوضوح يقول منو بهم اللي صح وهل إنه جاب الدين الإسلامي غير رأيه بعدين جاب الدين المسيحي الدين اليهودي اللي يأمر بالقتل وبعدين يجي المسيحي اللي
قلنا والله كويس انتهى القتل، يجي الإسلام يرجع نفس القتل يرجعه مرة أخرى، هذا أي إله تحكي عنه أنت؟ أي إله اللي يومية بمزاج شكل يجيب أديان مختلفة؟ وأنا أقدر أسألك نفس السؤال أخ عمر، أنت قل لي من خلق هذا الإله؟ من أعطاه الحق لكي يكون إله؟ وكيف وجد أول مرة؟ كيف وجد؟ لا أنا أعرف ولا أنت تعرف ما سر هذا الكون، إحنا فقط عندنا استنتاجات، أنا أستنتج وأنت تستنتج، لكن إحنا كلامنا مدعوم بالعلم وأنت كلامك مدعوم بالخرافة. تقول عن الأديان كل واحد يدعي أنه نبي، وأثبتنا بالدليل والبرهان أن نبيك كان مريض بمرض صرع الفص الصدغي، وحكينا عنه حلقة كاملة أتمنى تشوفها. فالإثبات أنه أنا أثبت أنه هو الإله ما موجود، لا هو لازم يثبت حاله دائما. أنت لما صنعت لي سيارة تقول لي هاي السيارة تمشي، أقول لك اثبت اثبت أنها تمشي، سوء قدامي خلص أنا أعرف أنه ما تقول لي النجوم وش اسمه، أنت تعرف كم كان بدها هاي النجوم والكواكب والمنظومة هاي قبل 13 مليار سنة لما تكون الكون؟ أدي صار لوقت حتى صار الفوارق بين الكواكب والنجوم، مليارات النجوم اللي خلق الإله عبثا وما نعرف ليش خلقه، وخلق مكان صغير ما يطلع بقد الرمل بالصحراء الكون كله، ما نعرف هذا الأرض شو يساوي يعني. لازم هو يثبت، لازم هو يثبت حاله مو احنا نثبت. هذا الجواب، وانت لازم تجاوبني هذا الإله منو خلقه. حكمت اشكرك حكمت، خلينا ناخذ اتصال من الاخت رزقانة. تفضلي رزقانة. مساء الخير جان. مساء الخيرات، يا ريت علي صوتك اكثر عشان نسمعك، تفضلي. والله هاي اخر شيء. تمام تمام. مساء الخير لك ومساء الخير للاخ حكمت واخ احمد ولكل المستمعين. أشكركم على الجهود اللي بتقدموها، بس أنا بدي بس مداخلة بسيطة. تفضلي تفضلي. لكل المسلمين، لكل الأخوة المسلمين، يعني بغض النظر عن وجود إله أو عدم وجوده، الأديان بشكل عام يعني العالم أكثر من 4000 أو 4000 دين، ليش ما حدا بيشتكي من غير الأديان، سواء البوذيين الهندوسيين الزرادشتيين اليزيديين، لأنه كل دين بحالة، عندن عقيدة عندن صلاة عندن إيمان، الإيمان عندهم بس بينهم وبين ربهم. وإذا كانت الديانة اليهودية أو الديانة المسيحية بيوم من الأيام كمان صار فيها قتل، حاليا توقفوا على هالشيء. بس دين الإسلامي بيتدخل، ليش بيجبر الإنسان؟ ليش يعني ما بيخلي الإنسان ما الدين الإسلامي خلاص الإنسان المسلم دينه بينه وبين ربه، إله سبحة إله سجادة إله جامع إله ربه، يعني هل الإله ضعيف بشكل ضعيف جدا ليحتاج إنه الإنسان بضعفه إنه يقاتل في سبيل الله؟ ليش الله ما بيقدر يدافع عن نفسه؟ يعني هذا الشيء بيخلي الإنسان يتعقد، يخليه يتعقد من الإسلام بشكل عام، مش كفي تار بين الإنسان وبين الإسلام. ليش الأديان الثانية ما حد بيحكي عليها؟ بس هاي كانت مداخلتي وشكرا لك. شكرا شكرا رزقانة، شكرا كثير حبيبتنا رزقانة، شكرا كثير. يلا بخاطر. طيب على كل خلينا ناخذ اتصال آخر وبعدين نرجع ناخذ سؤال الاخت رزقانة واسئله اخرى. معنا الاخ كريم. اخي كريم تفضل. اهلا وسهلا فيك اخي. تفضل. نشكرك ونشكر ضيوفك. يا ريت علي صوتك كريم، يا ريت علي صوتك. هيك واضح؟ تمام تفضل. تمام. بس حاب اشكركم على المجهود الحلو والمناظرة الجميلة الشيقة، بس حاب اسال برضه الاخ احمد أقول له شغلي، يعني هو مصر عليها إنه الحديث الصحيح بوجهة نظره هو ما يوافق القرآن، which is fine، بس هو ما اخترعها، أنا معه وما اكتشفها ما اخترعها، هي موجودة من أول ما بدأوا أهل الحديث، خاصة البخاري هو اللي دقق فيها، فلا يفكر إنه إذا في حديث صححه أحد أئمة الكتب الستة ما يكونوا مستندين فيه من القرآن. تمام، بعدين يكفيك أعتقد آيتات إنه إنما جزاء الذين يحاربون الله والرسول ويسعون في الأرض فسادا،
يعني هذا يعني لو في شيخ حار عدم مؤاخذة بده يطلع قانون حيكون محدد أكثر من هيك. شو يعني فساد؟ أنا لو واحد قطع عندي ورد يعتبرها فساد قطع إيده، فالمجال كتير واسع فيها. فلا يفكر أنه الحديث الصحيح لما يطلع أحد الأئمة ويقول أنه حديث صحيح خاصة زي البخاري، هذا معناه أنه عنده الأدلة من القرآن نفسه تمام بحد ذاته. ثانياً أعتقد أنه ما عنده فكرة يعني كويسة أو شرعية عن التفسير، لأنه مستهين شوي بابن كثير أو الطبري والرأي هم بخصهم. لا عزيزي، تفسير القرآن معطي باطي، ما بيكون قاعد أنه المفسر الطبري أو ابن كثير قاعد وعجبته الآية أو فهمها بالشكل الفلاني. لا أبداً، التفسير له طريقين، في تفسير بالطريق بالأثر والتفسير بالرأي. تفسير الرأي بيكون استئناسي فقط، الأثر اللي أخذ فيه، الأثر اللي هو تكون تفسير عن سبب النزول، تفسير وفق تفسير الرسول نفسه أو أحد الصحابة أو التابعين، هذا هو التفسير المعتبر يعني. فبالآخر ما بصير نفسر إحنا بـ 2016 عن ناس عاشوا معه تمام. بس هاي ملخص. شكراً كريم، شكراً لك، شكراً على المداخلة الطيبة، وأنا منتظر منك الأكثر يعني. معك على طول عزيزي، معك على طول إحنا على الخط. حبيبنا كريم شكراً لك. شكراً. طيب أحمد، عندك حاليا سؤالين. هو لما الله محتاج لمن يدافع عنه؟ هي من الأخت الرزقانة عم بتقول يعني فكرته أنه يعني هلا في تقريبا 4000 دين في كوكب الأرض، الناس ما بتشكو غير من دين واحد وهو دين الإسلام، انه هو مسبب الارهاب، المتهم الوحيد من الاديان طبعا حاليا بالارهاب. والسؤال الثاني، هل الله محتاج لمن يدافع عنه؟ تفضل. وطبعا راح ارجع على اسئله الاخ كريم. تفضل. عندك ميوت جان، عندك ميوت. شكرا أحمد. أحمد عندك، أنت معنا أحمد؟ معك. تمام. السؤال الأول، هل بالنسبة للسؤال الأول اللي أخذت رزقانة اللي عم تقول أنه يعني أنه رب العالمين محتاج هذا يدافع عنه وكذا وهيك، أنا برجع بقول لك وبرد على كل شخص قال انه انا بنكر الاحاديث، برجع بقول انه انا ما بنكر غير اللي خالف كتاب الله. واذا لاحظت علي في بداية الحلقة الى الان قليل جدا ما استشهدت في الاحاديث، واكثر ما استشهد هو في ايات محكمات بينات. ردا على سؤال الاخت رزقانة ان الله يحتاج من يدافع عنه، ومن لم يدافع عن الله سبحانه وتعالى ما بعرف شلون كان السؤال تبعه، فبرد عليك بهاي الآية الصريحة الواضحة المفهومة اللي لا تحتاج إلا بس شخص يفهم اللغة العربية فقط، وإذا ما بيفهم اللغة العربية من ترجم له إياها على لغته فبيفهمها. الله عز وجل قال إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه وتعالى لا يرضى لعباده الكفر. وإن تشكروا يرضاه لكم. بس كمان في عندك شغل بيقول لك ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. طيب فإن تكفروا قال لك إن الله غني عنكم، بس أرفق بشيء عقوبة؟ طيب بعد قال لك فينبئكم بما ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور. المعضلة وكل المعضلة إنه اليوم، وهي بقولها بصراحة، اللي عم بيقول لي انه انت يعني منفرد، الاخ اللي اتصل اخر شيء عم بيقول لي انه انت منفرد بكلامك وعم تقول من هواك. يا اخي المشكلة، قلت للاخ حكمة في بداية الكلام، يعني لم يبقى من الاسلام الا اسمه ومن القرآن الا رسمه. يعني جاءت تكالبة الامم على هذا الدين بسبب ان اهل الدين هم انفسهم لم يعودوا متمسكين بما كان عليه محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن والسنة الحق التي لا تخالف محكم القرآن، فبدأوا ينسبوا الخرافات. والذي والأخ الذي قال أن الدين
بالنسبة للأخ حكمة اللي يقول أنه شو هالإله اللي بيحط قوانين على كيفه أنه اليهودية ممكن فيها القتل الردة وغيره، لا، يجب أن تعلم أن كل الأديان التي أمر الله سبحانه وتعالى هي دين واحد وليست أديان. الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق آدم إلى أن خلق محمد عليه الصلاة والسلام وبلغه بالرسالة كانت هي رسالة الوحدانية لله سبحانه وتعالى بغض النظر عن المسميات، قانون واحد، رسالة واحدة، هدف واحد، هو إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. بكل بساطة كل ما أدخل على الإسلام مكان آخر يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تمام، هلأ هاي تمام هلأ هاي الآية، طب إيه كويس، إلا ليعبدون، إذا ما عبدت رب العالمين قال لك من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فري، ما عندك مشكلة، يعني هو خلقك للعبادة، لكن إذا أنت أبيت أنك تعبد الله فهي مشكلتك، ما عندك أي مشكلة أساسا. أنت قلت الله غني على العالمين، أنا جاوبتك هاي مخصة فمن يا من شاء فليؤمن. تمام هو خلقنا للعبادة على فكرة. لا على فكرة بس يعني ثانية، على فكرة ثانية بس فكرة هي فمن شاء أن يؤمن ومن شاء أن يكفر، هي وعيد وتهديد وليست والله يعني حبا بعيون الكفار، يعني يكفروا على كيفكم، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، في عنا عذاب شديد راح ندوقه آخر بعد الممات كما هاي منسوخة يا أخوي جان، منسوخة هاي الآية منسوخة يعني وما يعني حتى تمام لا مو هيك القصة. تمام، اليوم لما بيكون الإله وضع هذا القانون في الدنيا، فإذا هذا القانون لم تمشي وفق القانون وتكون مثل الناس الذين يمشوا في القانون حتى يعيشوا بسلام لن تحاسب في الدنيا، شأنك عليك، لكن لك حساب بجزاء عملك، وهذا من العدل. أنا أجعل المسلمين كالكافرين؟ بكل بساطة اليوم القصة ما هي محتاجة كلها التعقيد، لكن اختلافنا بالرأي نتج هو بسبب اختلاف الأئمة. وراح أبسط لك الأمر بسرعة. يوجد حديث قالوا أنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بكل بساطة هو حديث مكذوب مفترى على رسول الله، قال اختلاف أمتي رحمة، وأي رحمة سوف تنتج من اختلاف الأمة؟ أنا أقرأ بعض التفاسير وأقول وأرى في آخر التفاسير أو في بداية التفسير اختلف العلماء في، طب وين شو هالمعضلة؟ ما أنتم مشكلة أنه أنتم جيتوا على هاي القصة واتبتوا فيها، نحن عم نقول لكم أنه المرجع يا جماعة، المرجع لكل الناس، المرجع هو كتاب الله وما صح في السنة التي توافق كتاب الله. المشكلة أنه 90% من المشكلة هي نتجت عن ما خالف كتاب الله وكان عن فلان وعلان وما بعرف مين، هاي هي كل المشكلة بالضبط. إلا أنك لو تفتح إحدى بيانات الإمام مهدي ناصر محمد اليمني في منتديات البشرى الإسلامية وتقرأ بيان القرآن ستعلم أن هذا الرجل لا يقول على الله بالظن الذي لا يغني من الحق شيئا، ترى بيانه يعني مع القرآن نور على نور، يفهمك القرآن يعني يبينك القرآن. لا لحظة، أقوى من ابن كثير يا شيخي. لا 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 لا، أنا عم بقول لك المصدر، أنت عم تطلب من المصدر يا جون يا حكمة، أنت عم تطلب من المصدر، أنا عم بقول لك المصدر تبعي هذا هو. تفضل، أنا أدعوك وأدعو كل الملحدين والمؤمنين والعالمين إلى أن يأتوا لهذا المصدر الذي أنا أقرأ فيه واطلعوا، إذا رأيتم شيئا يخالف العقل والمنطق حقكم. فبكل بساطة أقوى من ابن كثير وأقوى من البخاري فيما خالف كتاب الله. شكرا لك حبيبي. أنا كنت بدي هذا الجواب، ما كنت بدي. أوكي، وهي أعطيتك يا شباب طولوا بالكم، لا تتقتلوا، طولوا بالكم. لا ما في قتل أبدا يا لا إحنا أخوة اختلاف الآراء فقط. يعني لو كنتوا مقابل بعض كان هلا صار حمل الكراسي على كل لا 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 ابدا 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 والعزة على كل نمزح. طبعا الاخ حكمت عنده نقطه بده يصيرها، في عندي بعدين بعد ما يخلص الاخ حكمت عندي سؤال اخير وبننهي الحلقه. تفضل الاخ حكمت. عفوا، طبعا راح احكي نفس الكلام، انت الظاهر ما انتبهت لما الاخ روي قال لك
قال لك أنت هل تعتقد أن البخاري راحت عليه أو ما فكر أنه الآيات ممكن توافق الأحاديث اللي يذكرها، هل موافقة للقرآن ولا لا؟ يعني أنت جاي تستهين بشخص كل المسلمين مؤمنين به، مثل ما قال لك أنت 1%، 99 كله ضدك. محمد أحمد اليماني وين يجي مقابل مفسرين العظماء اللي شابوا بهذا المجال يعني، وما حدا اعترض عليهم. أنت أصلاً لما أجيب لك آيات القتل وآيات تفسير ابن كثير ما تعترف بها، أنت بلسانك قلت طيب عندك رح أرد. محمد أحمد اليماني، لا عفواً، محمد أحمد اليماني عندك أهم من بخاري وأهم من ابن كثير، فإذا أنت تقول هذا الكلام ما أعرف المسلمين شو راح يقولوا عنك. أنت يعني تعتبر خارج عن الملة يعني. تمام خليني أرد. هلا أنا بس قلت لك شغلة، إنه أنت أكثر من مرة قلت لي إنه أنت ما بتعترف بالبخاري، وأنا أكثر من مرة قلت لك نحن لا نؤمن في الكتب بشكل عام سواء بخاري أو غير بخاري، لا نؤمن في الأحاديث ولا نصدق في الأحاديث ما جاء منها مخالف لمحكم كتاب الله. نحن أصلاً البخاري صلى أكثر من 1000 سنة، يعني مضى عليه الزمن. نحن لا نعلم بشخص البخاري هل هو من كتب أو غيره أو غيره، نحن لا نأتي على شخص البخاري، نحن نأتي على المضمون الذي أتانا من البخاري، وما يدرينا أن البخاري حقاً كتبه، وما يدرينا أن الذي أتى من بعد البخاري حرفه ودس به ما من الإسرائيليات والكذب والبهتان وإلى افتراءات. قلنا بكل بساطة، وكل عاقل يسمعني يفهم من كلامي، أننا لا نأخذ من الأحاديث بشكل عام والكتب بشكل عام وأحاديث الأئمة والمفسرين بشكل عام إلا ما وافق كتاب الله بناء على قوله تعالى فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه، يعني أي القرآن وبيان القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، أوحى به الله سبحانه وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم. فلا يأتي واحد من هنا ومن هنا ومن هنا ويقول لنا كلام فقط لأنه جاء من كبراء نصدقه وهو أساسا يخالف محكم القرآن. هذا الأمر يعني غير منطقي وغير بالنسبة للمصدر اللي أنت عم تقول لي أنه أنا عم بساوي دعاية لك يا أخي جان، أنا ما عم بساوي دعاية، أنت مثل ما أنت طلبت مني مصدر أنا عم بعطيك المصدر. ناصر محمد يماني هو إمام، هو الإمام المهدي، شاء من شاء وأبى من أبى. ليش نصدق أنه هو الصح والبقية غلط؟ على أي أساس؟ أنا يعني؟ تمام أنا ما لي طالب منك تصدق، تمام، أنا ما عم بطلب منك تصدق، أنا بطلب منك بس تدخل المنتدى تسجل تقرأ البيات اللي أنا عم بقرأ منه وتقارن، بما أنه أنت عندك أنت شخص بين مليارات كلمة مليار من المسلمين، أنت شخص واحد كلمة. أنت الواحد لا 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 بالمئة وأقل من 1% بكثير المسلمين ما راح يمشوا على كلامك صدقني، وراح يلومك. لا 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 أنت يا أخ لا لا يا أخ حكمت يا أخ حكمت غير القرآن والأحاديث. تمام يا أخ حكمت، هلأ أنت أول شغلة ما طلعت على كل المسلمين وشفت معتقدات كل المسلمين وقلت أني شخص واحد فقط، وما يدرك أني شخص واحد، هات لي الأسباب العلمية التي تقول أني شخص واحد. خليك مليون ما بيأثر، أوكي مليون، والبقية وين راحوا؟ هلا البقية إذا كانوا عم يخالفوا أنا أخذ الأكثرية ولا الأقلية؟ أي منهم أخذ؟ بالنسبة لنا أو بالنسبة بالقرآن، هلا في عندك أكثرهم، نجي على كلمة أكثرهم، الكثرة ما هي معدل الصدق. هلا مثل ما أنت عم تقولي أجمع العلماء، طب أجمع العلماء على شيء باطل يخالف القرآن، هل أصدق العلماء وأكذب القرآن وأخالف القرآن؟ ما جبت لنا أي مثل يعني. طيب بس تعطيني، لأنه مالي معلش، بس يا ريت تعطونا بس ثانية. يعني وقت اللي جاي يدور الأخ أحمد، يعني أني إذا عنده استعداد نسوي مناظرة أخرى، أني مستعد إذا عنده استعداد الأخ أحمد. خلينا نأخذ اتصال من الأخ سمير. طيب معلش خلاص نحكي فيها بعدين. بس نأخذ اتصال. تفضل سمير، يا ريت علي صوتك، يا ريت علي صوتك، ماني سمعانك نهائيا. أنا لا أسمعك سمير، يا ريت علي صوتك أكثر من هيك بكتير. طيب الأخ سمير يظهر ما عجبه حديثنا، شكرا كتير لك سمير. خلينا ناخد أظن الاتصالات يا جماعة اللي
طب خلينا ناخذ انا في نقاط كثيره ما عرضت اخويا جان. بدي اطرح سؤال بدي اطرح سؤالين ولازم نقفل الحلقه قدامي 6 دقائق بس. ما انا في نقاط ما عرضتها يعني صراحه كنت حابب اسال للاخ احمد وما ما ما, ما قدرنا نستعرضها يعني عندي نقاط كثيره اقترح عليك نعمل مناظره اخرى يعني حكمه تمام اوكي ما في مشكله يعني صار 2:30 المناظرة فيعني مشان ما نكتر أنا أعرف أقول لك في وقت آخر يعني ما في مشكلة بنشوف إذا في وقت آخر ممكن نعمل أي شيء وقت آخر أكيد يعني على كل في سؤال من أحمد العلي عم بيقول لماذا النقص النص القرآني يحتاج إلى مؤلفات لا حصر لها منذ 1400 سنة لشرحها وتفسيرها بالرغم من تناقض بعضها لبعض بالرغم من عدم القدرة على التحقق من صحتها ومصداقية مؤلفيها. يعني بكل بساطة الموضوع مثل ما قلت لك جان ما هو محتاج لكل هالمؤلفات لكن نحن قلت لك وبرجع بكررها لم يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه مع كثرة هل مرات قلتها هي برجع قلت لك برجع بكررها مع كثره هالمؤلفات وكثره المنهج العكسي اللي اتخذناه واللي هو منهج العنعنه فاخر شيء بيطلع هالعنعنه هاي بتخالف القران فلما نخالف القران شيء بسيط جدا يعني انا كمسلم اليوم لا اصدق ولا اؤمن بكل ما جاء في السنه النبويه يا جماعه هذا الكلام لا يخالفني عليه صاحب عقل لان السنه نقول وجميع المسلمين يعرفون ان السنه ليست محفوظه من التحريف والقرآن هو الكتاب الوحيد المحفوظ من التحريف ليكون المرجع لما جاء في التوراة والإنجيل والزبور أريد أن أعقب لك لا تعترف بتفاسيرها أنت ما تعترف بتفاسيرها لا لا أخ حكمة أنا برجع بوضح لا تغلطني أنا قلت لك ما بعترف بتفاسير التي تخالف محكم القرآن أنا صريح وواضح من البداية التفاسير التي تخالف محكم القرآن وهي كثيرة مثل ما قال الأخ يعني القرآن أتونا المفسرين بتفاسير يعني لا تكاد تنتهي والقصة كلها على بعضها أن لك السنة هي بيان لبعض ما جاء في القرآن المشكلة أن اليوم المفسرين دخلوا في تفسير كل القرآن وهو القرآن بين واضح بعض الأمور التي جاءتنا عن رسول الله هي السنة والسنة العملية ليست السنة المكتوبة السنة العملية التي تكون مفعلة في حياتنا فعندما خالفوا أمر الله وخالفوا أمر رسول الله اسمح لي بس نقطة أخيرة أقول لك عندي عتاب لك أخ أحمد إنه أنت في أثناء الحديث اللي ألقيته على الأخوة المسلمين طبعا ذكرت إنه الإسلام ما بيها قتل الأسرى أو المرتدين وقلت تشويه للجثث وهالأشياء أنت ما ذكرت أنت قصدك داعش ولكنك لم تذكر داعش بالاسم الصريح لماذا لا أعرف ولا أفهم هذا الشيء ولكن القرآن كذلك أمر بالتمثيل بالجثث وقطع الأيادي إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم أشكرك حكمة على كل حال أصدقائي الوقت أحمد دقيقة واحدة وقتي ضيق جدا يعني أنا ما بدي أطول بكل بساطة الشيء اللي أنت ذكرته هذا حكم المفسدين ورح نحكي فيه فيما بعد طول بالك يا أحمد طول بالك حبيب. خلاص شيخي طول بالك خلاص بدي أخذ اتصال أخ أنس أخي أنس تفضل اهلا وسهلا يا ريت علي صوتك شوي كمان تمام افضل هيك تمام تفضل تحيه طبعا لاستاذنا الكبير حكمه ابو الحكم ابو الحكم طبعا انا يعني اعتبر نفسي من تلاميذه وتحيه للسيد احمد الذي يحاول بشتى الطرق يعني تجميل دين الاسلام وهو يذكرني بجدي لأن جدي شاب لساعته شاب لسا أول طلعت شو جدك ما جدك تحياتي يا أخي أنس يذكرني بجدي
المتصوفة من المتصوفين، وهو اللي يحاول بشتى الطرق يعني أن تؤمن بالله حبا فيه ليس طمعا في جنته ولا خوفا من ناره وتجميل هذا الدين. هو طبعا النقطة بس حتى لا أطيل عليكم، هو طبعا يحاول بشتى طرق أن يقول لنا بأن القرآن هو المرجع الأساسي، هو الدستور لهذا الدين. يا أخي، ولماذا نريد أن نعرف ما سر فشلكم، ما سر فشل ما تقومون به؟ لماذا لم تنجح؟ ولماذا نجح المال ونجحت الوهابية في أو هيمنت على المجتمعات لدينا؟ لماذا هذا؟ ثانيا، كثير من العادات السيئة في مجتمعنا موجودة من القرآن الذي يتحدث عليه شخصيا. يعني نريد من تفسير من شر حاسد إذا حسد، يعني عائلات، طلاق، مشاكل عائلية حدثت من العين ومن اتهام النساء بعضها بأنها عانت زوجي، كانت تحب زوجي وعانت، وهذا الرجل كان النساء ينظرن إليه فما قتل بسبب ما فهم يعني حسدهن وإلى غير ذلك. السحر يا سيدي فاضل، السحر، هذا الأشياء لا تمكن إثباته، ليس لدينا دليل مادي لنثبت أن هناك سحر، ليس لدينا دليل مادي أن نثبت أن هناك عين. فكيف نحل هذه المشكلة؟ وهذه مشكلة موجودة في القرآن. ثم ثانيا، يعني تحقير المرأة، يعني يعطينا تحقير المرأة، يعني الآية التي تقول وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، يعني البنين جعلهم ميزة، يعني ونفى يعني فضل البنات عليهم، والمال والبنون زينة الحياة الدنيا، يعني اقصار الشيء على البنون. هذه فقط حتى لو أطيل، أنا أعطيت بعض الأمثلة، يريد يجيبنا على هذه المشاكل الموجودة التي دمرت مجتمعنا. أشكرك أخي أنس، أشكرك كثير أخي أنس، شكرا. طبعا أصدقائي، أنا بعتذر كثير عن الاتصالات اللي ما قدرت أخذها والأسئلة ما قدرت أجاوب عليها، لأنه بصراحة يعني أصدقاء كتير وطولنا الحلقة، وهي ما مفروض تكون أطول من هيك، يعني ساعتين ونص أظن بيوفي. على كل إن راح أخذ كلمات أخيرة من الأخ حكمة ومن الأخ أحمد، وفي عنا مناظرات أخرى جاية على الطريق، وأنا بتمنى من كل أخ مسلم حابب يناظر يتفضل، يعني اللي بدي أوضحه أنا أنه بدنا طرق تواصل، بدنا نفهم بعض، بدنا نفهم الأخ أحمد مثلاً شو عنده أفكار يطرحها، الأخ حكمة شو عنده أفكار يطرحها، في وطن بيناتنا، في وطن عم بيعاني، بدنا نعرف شو العلة. فبالتواصل وبالحديث ممكن نصل لمرحلة نفهم شو علتنا وشو ليش وطننا يعني مخربة لهالدرجة هاي، فبدنا نفهم بعض. لذلك أنا بتمنى من كل مسلم يعني حابب يفهم الناس، نحن الملحدين يا أخي ما فهمنا الإسلام، تعا فهمنا الإسلام. ومثل ما شفتوا يعني الأخ أحمد ما أظن يعني ما أعطيناه حقه بالكلام، يعني أنا أعتقد أنه أعطيناه حقه بالكلام، ويعني هو مرتاح، ما بعرف إذا في عنده أي اعتراضات او اي انتقادات لنا، يعني انا ما تدخلت حتى بالموضوع، يعني ما تدخلت. لا لا جان، هلا الحكي كثير وما بينتهي في مناظره واحده، هذا شيء طبيعي يعني. أكيد طبعا ما بينتهي بمناظره واحده، وانا مستعد اعملكم كنهار مناظره، ما عندي اي مشكله، اهلا وسهلا بكل اخ مسلم حابب يوري الصوره الحقيقيه للاسلام اللي يعتقده هو ونحن غلطانين بفهمه، أهلا وسهلا، خلي يتفضل ناظرنا. على كل إن راح أخذ كلمة أخيرة من كل منكم ونختم الحلقة وألقاكم في مناظرة أخرى أكيد، يعني يبدأ تفضل. لا أخي أحمد هو الضيف. أشكرك أخي حكمة. أنا بس حابب كلمة أخيرة، برجع بالكم مثل ما الأخ جان عم يدعو جميع المسلمين من أجل الحوار، وأنا أدعو أيضاً جميع المسلمين وغير المسلمين من أجل أن يأتوا للمصدر الذي أخذ منه العلم. وتفاجأت أن المسلم وغير المسلم خالفني. أنا أدعوكم بكل بساطة لزيارة منتديات البشرى الإسلامية، موقع الإمام المهدي ناصر محمد اليماني، حتى تعرفوا هذا الرجل كيف يفهم القرآن، هل يفسر القرآن على هواه،
هل القرآن كما تفهمونه أنتم أم له مفهوم آخر؟ بالعقل والمنطق كما تحبون يعني وكما تقولون بالعقل والمنطق. بالعقل والمنطق كثير من الأمور أحب أن أطرحها، لكن الوقت يعني قصير جدا، سنجعلها على مناظرات إن شاء الله أو مناقشات، لا نسميها مناظرات. فقط انظروا إلى هذا الرجل، تفحصوا في علمه، اعتبروا أنفسكم الآن دخلتم إلى الإسلام، فقط انظروا في بياناته في عدة أمور، الأمور التي أشكلت عليكم ابدعوا فيها وإن ثم تفرعوا إلى ما تحبون. فانظروا في هذا كلام هذا الرجل، هل ينطق بالعقل والمنطق أولا بالعقل والمنطق أم لا؟ فإذا رأيتموه ينطق بالعقل والمنطق فهنا نمد لكم أيدينا ونقول هيا بنا إلى طريق واحد. أما إذا رأيتموه يخالف العقل والمنطق فدعكم على ما أنتم عليه وظلوا على ما أنتم عليه إلى أن يأتينا من يفهمنا بالعقل والمنطق أو نفهم بعضنا في العقل والمنطق. بكل بساطة، منتديات البشرى الإسلامية والنبأ العظيم موقع الإمام المهدي ناصر محمد اليمائي. أشكرك أحمد، أشكرك أخي حبيبي جان. كلمة أخيرة. طبعا أول شيء أشكر الأخ أنس، قال أنه أنا أستاذ، أنا أصغر تلميذ موجود وفي مني أعلم مني بكثير، وعلى رأسه أستاذي أحمد حرقان، أنا أقصد بالعلوم الإسلامية يعني. يعني أتمنى الأخ أحمد ما يأخذ نقاشنا هذا على محمل شخصي، نحن نتحدث عن الدين، وأنا عرضت حجتي وهو عرض حجته، ولكن أنصحه في المرة القادمة يذكر مصادر لأنها مهمة جدا للناس اللي يشاهدونا، لأنه بدون مصادر أنت كلامك يكون من عندك ومن أهوائك وما راح أحد يسمع لك، لا المسلم ولا الملحد، لأنه لازم نحكي بالدليل والبرهان. وأشكر الأخوية جان سمح لنا بهاي الجلسة والمناظرة، وكانت أشكر أدب وأخلاق الأخ أحمد، وإحنا أخوة وماكو أي مشاكل بيناتنا، ونتمنى جميع المسلمين يجوا راح نتكلم معهم بكل أدب ولا نسيء لأحد، فقط نذكر الأحاديث والتفاسير القرآن. أشكر جميع الناس اللي شاهدوا الحلقة واللي اشتركوا واتصلوا، الأخ جانو، الأخ روي، الأخ كريم، الأخت نسيت اسمها، الأخت الكردية شاهينة رزقانة، الأخت رزقانة، والأخ عمر أتصور، والأخ أنس، إذا نسيت أحد يعذروني. أشكرهم جميعا أنه اتصلوا، ونتمنى حوارات تكون راقية بالمستقبل، وشكرا جزيلا. أشكرك حكمات، وأشكر جان، وأشكرك حكمات، الله يبارك فيكم جميع، وبتمنى إن شاء الله باللقاءات القادمة تكون لسه أحلى من هيك بكتير. وبالنسبة للمصدر أخ حكمات، أنا حكيت المصدر اللي عندي وباخذ من كل المصادر، ما عندي أي مشكلة يعني، بس قلت لك وبرجع بقول لك ضروري تقرأها قدامنا يعني. شكرا. طيب أشكركم أصدقائي، أشكركم على الوقت الطيب اللي عطيتونا إياه، وأنا بتمنى من أصدقائنا طبعا مثل ما بتعرفوا أصدقائي القناة سكروها من أسبوعين، وهي قناة جديدة أتمنى الاشتراك فيها، وأتمنى تحطوا الرابط وتسووا له شير واشتراكات، لأنه بجد نحن محتاجين لدعمكم، وفيكم بنكبر وفيكم ممكن نوصل صوتنا لأهلنا اللي أنا بعتبرهم في عصر الانحطاط. بدنا نفيق الناس، بدنا نصل لعقلهم لحتى الناس تفيق، والناس يعني تنتهي الحروب هاي اللي هدفنا الأول هو إنهاء هالحروب هاي بالعقل بالمنطق، هذا كل هدفنا. وبتمنى منكم مثل ما قلت تشتركوا بالقناة وتساعدونا لتكبر القناة حتى نوصل صوتنا. أشكركم أصدقائي، وإلى اللقاء في حلقة قادمة. إلى اللقاء، شكرا لكم. إلى اللقاء جميعا، باي باي.